مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ومنوريني ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. يعني اهم اخبارنا النهارده اول باول بنقولها لكم على طول في هذا البرنامج الاهلي في كل مكان، وبنحاول نغطي معظم اخبار النادي الاهلي ومعظم اخبار النجوم ومعظم الاخبار المحليه والعالميه كمان. بكره ان شاء الله باذن الله الاهلي هيلتقي وديا مع نجوم المستقبل قبل ما يسافر على معسكره في الاسكندريه يوم السبت باذن الله. اكيد هتكون المباراه الاخيره استعدادا لمباراه تاونشيب، المواجهه المهمه جدا واللي بنستناها كلنا، كل الجماهير وكل اللي بينتمي للاهلي بيستنى هذه المباراه تحديدا. مباراه مش عايز اقول تحديد مصير، لكن هي مباراه مهمه للغايه، مباراه هترجعنا تاني ان شاء الله لطريق افريقيا، البطوله المحببه لكل الجماهير الاهلاويه. مباراه نجوم المستقبل اكيد هيشوف فيها باتريس كالتيرون الشكل النهائي للتشكيله المثاليه اللي هتكون من وجهه نظره هو والجهاز المعاون كمان، التشكيله المثاليه اللي هيواجه بيها بطل تاون شيب بطل بوتسوانا ان شاء الله. اكيد كمان هيطمن فيها على كل اللعيبه، لكن كلنا متوقعين واكيد حضراتكم كمان متوقعين ان هو يبدا الشوط الاول على الاقل بالتشكيله اللي ممكن تبدا هذا اللقاء، مع الحرص او التنبيه على اللاعبين، مش عايز اقول بالخوف على نفسهم، لكن لازم يكونوا حريصين جدا لان المباراه خلاص، مباراه افريقيا قريبه جدا خلاص يعني على الابواب، وكلنا بنستنى هذه المباراه. ده كان اول خبر بقوله لكم. اكيد حضراتكم عارفين الفريق هيدخل ان شاء الله في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمباراه تاون شيب بطل بوتسوانا يوم السبت المقبل ان شاء الله، المعسكر هيبدا. عايز اقول لكم كمان في اطار سعي النادي الاهلي الدائم لعوده الجماهير، النهارده كنت حضراتكم عارفين ان كان في ورشه عمل في اتحاد الكوره، حضرها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي مع سياده العميد محمد مرجان، اتكلموا بشكل عام. واكيد كمان المهندس خالد مرتجي اتكلم بشكل عام عن ضرورة عودة الجماهير والطرق والأساليب المثلى لعودة الجماهير بحيث ان احنا نضمن السلامة للجميع. قدام حضراتكم يعني لقطات من اجتماع النهارده، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أكد على أهمية عودة الجماهير للمباريات في الفترة المقبلة بشكل آمن ومنظم، مشددا على اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بهذا الملف. واحنا اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم وقلنا الكابتن محمود الخطيب كانت أهم أولوياته الفترة اللي فاتت عودة الجماهير، وقلت لكم كمان إن الملف مفتوح دائما. أول لقاء بي مع سيادة وزير الشباب والرياضة اتكلم فيه عن عودة الجماهير في النادي الأهلي، وكمان لما راح زاره الكابتن محمود الخطيب ويبارك له اتكلم برضو عن ملف عودة الجماهير. المهندس خالد مرتجي أوضح أن تواجد الجماهير في المدرجات يعد من أهم عناصر لعبة كرة القدم، أكيد لافتا إلى أن الأهلي يدعم وجود صلاحيات ومسؤولية في تنظيم هذا الملف. أشار كمان إلى أن الأهلي كان سباقا في هذا الصدد عندما قام قبل سنوات بتنظيم ورشة عمل تم خلالها استضافة المسؤولين عن هذا الملف في الدوري الإنجليزي. أكيد حضراتكم طبعا برضو فاكرين الدوري الإنجليزي دوري كبير جدا، والجماهير داخله وطالعه ما فيش اي مشاكل خالص مع العنف الجماهيري في انجلترا، لكن ما فيش اي مشكله. خالد مرتجي شرح رؤيه الاهلي لعوده الجماهير من جديد فيما ابدى بعض الملاحظات على عدد من النقاط في بطاقه حضور الجماهير، وذلك لتكون مطابقه تماما مع النظام المتبع في بطولات الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. استعرض مرتجي كمان فكره كارت اهلاوي الذي يدرس او الذي يدرس النادي العمل به، والذي يشمل حضور العديد من الفعاليات وليس مباريات كرة القدم فقط، وذلك من خلال تحمل النادي عملية التنظيم عن طريق شركة امن محترفة وتطبيق افضل معايير الامان والراحة للجماهير مع تأمين المدرجات بكاميرات متنقلة. ده كان كلام او استعراض خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في ورشة العمل النهاردة. كمان طالب بتطبيق نفس التجربة بخصوص عودة الجماهير في الدوري، إلى جانب وضع آلية الحصول على التذاكر والدعوات، وربط هذه العملية بنظام إلكتروني مع المراجعة الأمنية الدقيقة وتحديث لقاعدة البيانات الخاصة بالجماهير، وشدد على أن النادي الأهلي يهتم بشدة من خلال كارت أهلاوي بسلامة الجميع خصوصا المنشآت الرياضية، وتوفير منافذ عديدة للتيسير على الجماهير والتواصل معها من خلال خدمة الرسائل
للإخطار بأية مستجدات. كلام عملي وكلام يعني حديث جدا، وكل الدول الحديثة بصراحة بتعمل بهذا النظام، وكلام مهم جدا كمان. إلى جانب استخدام تقنيات حديثة لمنع تزوير الكارت اللي هو الكارت أهلاوي. تمنى خالد مرتجي أن تقوم جميع أندية الدوري بتقديم الدعم اللازم لرابطة الأندية المحترفة لتقوم بمهام عملها لتعظيم دور الجماهير والتسويق وخلافه بالشكل الأمثل. دي حضراتكم كلام المهندس خالد مرتجي في ورشة العمل اللي أقيمت النهاردة، وكلام مهم جدا استعرضته مع حضراتكم. لو في تقرير جاهز تقرير؟ طيب بعد خلينا نشوف تقرير كامل عن لقاء المهندس خالد مرتجى عضو مجلس النادي الاهلي في ورشه العمل النهارده. عايز اقول لكم ان النجم الجديد، النجم الاهلاوي الجديد كولوبالي بياخد اول مران جماعي مع الاهلي. المالي سليف كولوبالي مدافع الفريق الاول لكره القدم خاض مرانه الاول مع الفريق مساء الاربعاء النهارده، ضم الفريق لمده زي ما هو موجود في كل مكان. كنا قلنا كل بالي كبير ومش عارف سنه 30 سنه، قلت يا جماعه السن ملوش اي علاقه بالكوره خالص، لغايه لما اللعيب نفسه خلاص هو مش قادر والناس شايفاه مش قادر. لكن 30 سنه لغايه 35 سنه اعتقد ان ده قمه النضوج الكروي في كل العالم، مش عندنا احنا بس، وعندكم نماذج وفي كاس العالم نماذج، وبتشوفوا اللعيبه قد ايه مؤثره، اللعيبه اللي هي اللي ما بين ال 30 او ما بين 29 لغايه ال 35 ل 34 لعيبه مؤثره جدا في فرقه ولاعيبه تقولها ذهب. لكن طبعا عنصر الشباب والحوايا والروح والكلام ده كله مطلوب، لكن الخبرات مدعومه كمان بعنصر الشباب والحوايا، طبعا الكلام ده مطلوب جدا. و30 ل 34 35 سنه ده قمه النضج الكروي بجميع مراحله، مراحله البدنيه والفنيه والذهنيه كل حاجه. فالمدافع سليف كولوبالي اعتقد ان سنه ليس بالكبير، سنه لسه 30 سنه، الاهلي متعاقد معاه موسمين. كنا قبل كده الاسطوره مانويل جوزيه كان بيجيب لعيب عشان حاجه معينه، كان بيجيب لعيب لمده 6 شهور، كان بيجيب لعيب لمده سنه، كان بيجيب لعيب لمده سنتين او سنه ونص، هو عايز هدف. انت كنادي اهلي عليك هدف وليك اسلوب وليك طريق مفيش غيره اللي هو طريق البطوله. فان انا ادعم النادي بلعيب سنه سنتين اعتقد ان ما فيهاش اي مشكله، خصوصا ان فلوسه عادية جدا. كالتيرون مدير فني عقد مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال كرة جلسة سريعة مع اللاعب في بداية المران المسائي لشرح بعض الأمور والتعليمات قبل مران الفريق اليوم. أكيد طبعا هيتكلموا، خصوصا كمان أنه بيتكلم نفس لغة كالتيرون اللغة الفرنسوية، فالموضوع بقى سهل جدا بينهم. كولوبالي خاض تدريبات تأهيلية الأيام الماضية، أكيد حضراتكم طبعا كنتم متابعين حسين عبد الدايم على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية، وذلك خلال فترة تواجد الفريق في معسكر كرواتيا اللي هو طبعا لندمان. في نفس الصعيد برضو أكيد حضراتكم مهتمين بباسم علي، وباسم علي اصاباته كتير، لعيب مهم جدا، لعيب لو فورمه، دايما بقول لو فورمه وجاهز هيفيد النادي الاهلي قوي. باسم علي لغايه دلوقتي يا جماعه مع المستوى اللي ظهر بيه كمان، مش هو باسم علي اللي انا شخصيا اعرفه، باسم علي يواصل التاهيل في مران الاهلي. تنفيذ برنامجه التاهيلي، ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. عنده اصابه في الركبه تعرض ليها في مران الفريق في معسكر كرواتيا الاخير. ايضا كالتيرون بيعقد محاضره للاعبي الاهلي الفرنسي باتريس كالتيرون، مهم جدا ان انا كل شويه اقعد مع اللعيبه، مهم جدا في لعيبه بس اكيد طبعا مش لعيبه الاهلي لان لعيبه الاهلي اتعودوا على الكلام ده، مهم جدا ان انا اشرح التمرين، مهم جدا ان انا اقول لهم احنا وقفنا لغايه فين، مهم جدا ان احنا ان انا اقول لهم استيعابكم الفكري ايه، مهم جدا ان انا اناقشهم في كل حاجه. يعني كان في مدرب اتعاملت معانا شخصيا من غير ذكر اسماء، يعني كان بعد الماتش كان يجي يقول لنا انتوا ايه رايكم، انتوا كل واحد انت شفت الماتش ازاي، طب انت ايه السلبيات اللي شفتها، ايه الايجابيات اللي شفتها، بعد التمرين قبل التمرين نتكلم في التمرين ويشرحه، والموضوع ده مش عايز اقول لكم فرق معانا بطريقه ايجابيه ازاي.
طب هكمل معاكم بقيه اخباري، لكن تعالوا نشوف تقرير مع خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي عن ورشه عمل عوده الجماهير. احنا بنقول ايه؟ ان حضور المباريات كلها بالنسبه لنا هيستخدم النظام لحضور جميع الفعاليات والمباريات التي نظمها النادي لمختلف الالعاب. تامين المدرجات هيبقى يتم استخدام كاميرات مراقبه متنقله ذات تقنيه عاليه لتحديد الهويه في حاله حدوث شغب اثناء المباراه. الدعوات حتى الدعوات الخاصه والبطاقات الموسميه هيضاف لها موديول في السوفت وير نفسه، بحيث ان هي تخش في نظام الاونلاين، بحيث يبقى معروف مين اللي خد الدعوات دي الاونلاين، مين اللي خد الدعوات دي موجود عندنا، سواء اتحاد الكوره سواء الاتحاد الافريقي او الكلام ده كله مسريله. مش بس الدعوات، لا الفريق اللي احنا مستضيفينه، يعني الفريق الضيف نفس الكلام، هيتم طرح نظام وضع آلية لتسليمها بارقام مسلسله وتحميل صوره الهويه لحائز التذكره. يعني حضرتك مثلا الاهلي بيلعب الاسماعيلي، الامن متفقين على فكره احنا هنبقى خاضعين وهنبقى مرتبطين وموافقين على كل اتحاد الكوره او الرابطه هتقول مثلا احنا هنتفق على 15% من ساعه الاستاد او 12%، هنبدا بجمهور يعني صاحب الارض بس. كل ده احنا ما عندناش اي مشكله، لكن في الاخر احنا لو حصل ان احنا هنبتدي نشتغل ما بين فرقتين، حتى احنا السيستم اونلاين طبعا الفرقه الثانيه او النادي الثاني مش داخل معايا في السيستم بتاعي، فانا هدخل له عدد تذاكر بمكان معين مخصص ليه بمسؤولياته هو هياخدها، بحيث ان هو لابد ان هو برضو ايه يكون عليه مسؤوليه للجمهور بتاعه. بالنسبه للمراجعه الامنيه زي ما قال مصطفى بيه عزام، ان دي هتبقى احنا بالنسبه لنا محددينها مع شركه الامن بتاعتنا، بحيث ان هم قاعده البيانات دي بتتعمل لها سكريننج من خلال الجهات المعنيه، بحيث في الاخر بنقول الراجل ده يقدر يطلع له فان اي دي، يقدر يطلع له كارت اهلاوي ولا لا. احنا بقى بالنسبه للتذاكر بنعمل ايه؟ لا بنعمل بنفتح التذاكر قبلها باسبوع وبنقفلها قبلها بيوم، بحيث ان لو حد عايز يعمل كارت في خلال الاسبوع ده يقدر يعمله ويقدر ياخد المسار الامني او المسار اللي هو في الاخر يقول الراجل ده مش مرغوب فيه او غير مرغوب فيه. مش بس كده، احنا بيبقى فيه سكريننج كل 3 اشهر، زي حضرتك النهارده ما تخش عايز تقدم في وظيفه، مش اول حاجه بيسالوك فيها من ضمن الحاجات الفيش والتشبيه. فاذا احنا نفس الكلام، احنا في الاخر يهمنا سلامه المنشأة، يهمنا ان اللي داخل يبقى راجل محترم وبيشجع باحترام، ويهمنا في الاخر لو لا قدر الله حصل شغب يبقى احنا بنقدر نعرف من خلال الكارت ده ومن خلال الكاميرا. بالنسبة لحضرتك فحص بوابة الدخول زي ما قلت هيبقى فيه الشركة اللي هي الامنية هيبقى معاها زي تابلت، التابلت ده بيعمل سكريننج على ويطلع لك كل حاجة. برضو التذاكر النهارده انا معايا الكارت بخش عايز اشتري تذكره سي درجه اولى درجه ثانيه، برضو في شركه اللي هي بيستلم منها، بيبقى في منافس في حتت كتير سواء في اسكندريه مثلا، منافس في اماكن عامه مثلا في او يعني اماكن تجمعات كتيره سواء انديه سواء ساحل شمالي مثلا لو عايز تعمل حاجه في الصيف، ففي الحاجات دي كلها هيبقى في اماكن شركات كتير زي فوري زي امان زي واتيفر، هيبقى في مسؤوليه برضو شركه الامن بتاعتنا ان هي تبقى عارفه مين فين المنافس وتسليم الحاجه طبقا للمعايير اللي احنا متفقين عليها. دي بالنسبه من ضمن الحاجات برضو اللي احنا حطيناها التواصل مع الجماهير من خلال رسائل، يعني هيبقى يتم التواصل مع الجماهير من خلال رسائل اثناء جميع مراحل المشروع. مش بس كده حضرتك، احنا هنعمل تحليل بيانات الجمهور، يعني من ضمن الحاجات هنقدر النادي الاهلي يقدر يعرف ودي تفيدنا في التسويق، سن الناس اللي دخلت كام، واحد عنده اقل من 30 سنه كام، واحد فوق 20 سنه، كل دي بتفيد في الاخر في التسويق، لان في الاخر انت عايز برضو تقلل، لو احنا قدرنا من خلال الرعاه ومن خلال تسويق هذا الكارت برضو انت في الاخر عايز تحاول تقلل على من العبء المادي على الجمهور عشان تستوعب او تجيب اكبر عدد من الجماهير ان شاء الله في المستقبل.
يمكن ده يعني انا ما حبيتش اخوض في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الديتيلز بتاعه الاونلاين، لكن هو نفس الكلام اللي عرضه مصطفى بيه عزام، بس احنا بدل ما هتبقى فان اي دي هيبقى كارت اهلاوي في كل البيانات، هيبقى فيه هولوجرام بحيث ان هو ما يزورش، بحيث ان يبقى 100% ما عندناش اي مشكلة، وعارفين كل شخص مفيش مخلوق هيقدر يخش بكارت حد تاني او بتذكرة حد تاني، لان التذكرة هتبقى مرتبطة كلي وجزئي بالكارت الاهلاوي ده. وباذن الله ربنا ييسر. وفي الاخر انا بشكركم يعني على حسن الاستماع. اتمنى جميع الاندية المحترفة اللي بتشارك في الدوري العام انها تدعم رابطة الاندية. يا جماعة في اي حاجة حتة في العالم رابطة الاندية منفصلة بقراراتها بمسؤولياتها بتسويقها عن الاتحاد. مش معنى كده ان الاتحاد ملوش دور، الاتحاد هو الاب الشرعي للعبة، لكن لازم يدي الصلاحيات والمسؤوليات لرابطة الاندية بحيث انها تبدع وتنتج وتقدر تجيب تسويق على قد ما تقدر، بحيث يبقى كله بيفيد الأندية الصغيرة قبل الأندية الكبيرة. ده كان كلام المهندس خالد مرتجي، وأعتقد أنه اتكلم كلام مهم جدا جدا، خصوصا عن رابطة الأندية، وقال ان رابطه الانديه لازم تكون رابطه مستقله في حد ذاتها، ليها قراراتها وليها شخصيتها وليها تسويقها ليها كل حاجه. مش معنى كده ان هي بقى يعني هي في حته واتحاد الكره في حته. قال لك اتحاد الكره هو الاب الرسمي او الاب الشرعي للعبه في مصر، عشان كده اتكلم بمنتهى الواقعيه بمنتهى الموضوعيه بمنتهى الاحترافيه. عايزين يا جماعه نتعامل كعيله لما ناخد قرارات مجمعه، يعني قرارات في المصلحه العامه نتعامل كعيله، مش عايزين نقول اصل ده نادي اهلي وده نادي زمالك وده نادي مش عارف ايه وده لا، احنا بنتعامل نشوف ان احسن الاراء علشان نطلع بمضمون ونطلع بهدف يفيد الجمع كله. المهندس خالد مرتجي اكيد عارفين ان هو رئيس لجنه تحديث نظم حضور المباريات وتامين الجماهير اللي عملها النادي الاهلي بعضوية كل منا السيد طارق قنديل والسيد مهند مجدي والسيد محمد سراج الدين والسيد كمال مصطفى مدير حاسب الآلي والسيد سامح الرفاعي نائب مدير الشؤون القانونية والسيد أحمد سامي رئيس قسم إدارة المباريات والسيد أحمد عادل من إدارة المباريات. لجنة كان عاملها النادي الأهلي أو لازالت مستمرة أيضا في النادي الأهلي للوقوف على أحسن وأحدث النظم لرجوع الجماهير بالشكل اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي من المهندس خالد مرتجي. طيب اقول لكم كمان محمد مرجان قال ايه بسرعه كده عشان انقل لكم الصوره بطريقه اللي بيتكلم بيها المهندس خالد مرتجي تدخل فعلا في قلوبكم قبل ما تدخل عقولكم كمان. محمد مرجان مدير تنفيذ نادي الاهلي قال المشاركه في ورشه عمل اليات عوده الجماهير باتحاد الكره خطوه مهمه جدا في اطار اهميه هذا الملف واهتمام مجلس الاداره بعوده المشجعين للمدرجات من جديد، واوضح ان الاهلي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال ولديه تجربة رائعة أشادت بها رابطة الأندية المحترفة، وأن هناك حرصا شديدا من جانب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على عودة الجماهير بصورة آمنة للغاية. خليكم بس فاكرين الكلام ده عشان نرجع نتكلم عليه تاني بسرعة دلوقتي. تحافظ على جميع عناصر منظومة كرة القدم من جماهير، قال يعني سرد الترتيب، قال من جماهير ولاعبين وأجهزة وحكام ومنشآت إلى جانب سلامة المنشآت، وأكد أن عودة الجماهير بشكل آمن يتطلب تضافر جهود الجهات الأمنية مع اتحاد الكرة والأندية والجماهير على أن يقوم كل فرد في هذه المنظومة بدوره الكامل من أجل نجاح التجربة التي سيكون لها دور مهم في قوة المسابقة، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة. ده كان كلام السيد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. طيب تعالوا نتكلم بقى، نجمع الكلام كلام المهندس خالد مرتجي وكلام الكابتن محمد مرجان. اللي يسمع كده اقول لكم العقليات المخربه واقول لكم العقليات اللي بتدور على الصالح العام. اللي يسمع كده من العقليات المخربه اللي احنا كلنا عارفينها وعايزين نبعد عنها تماما، وده اللي بنعمله عشان نتلاشى الجانب ده خالص، يقول لك ده بصوا عمالين يحطوا ايه وعمالين يعملوا ايه وعمالين يجيبوا ازاي وشركات امن طيب العقلاني بقى اللي بيفكر في المصلحة العامة، أنا بحافظ على ابني
بحافظ على ابنك، بحافظ على اخويا، على اخوك، على اختك، على امك. الناس اللي بيروحوا يحضروا المباريات عايزين يروحوا يحضروا ويشعروا بمنتهى الامن والامان. عشان كده كل الاجراءات دي ما هي الا تامين لحضرتك ولاسرتك ولكل محبيك. غير كده انسى انك تسمع اي كلام تاني. بنعمل كل حاجه عشان نحميك باسرتك زي ما قلت تاني. عشان كده كنت اكدت وقلت تكمله لكلام المهندس خالد مرتجي، الكلام اللي قاله الكابتن محمد مرجان، عشان نشوف الصوره اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي قدامكم. قال، هفكركم بالكلام تاني، قال ان هناك حرصا شديدا من جانب مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب على عوده الجماهير. ازاي بقى؟ بصوره امنه تحافظ على جميع عناصر منظومه الكره. من عددهم، قال اول حاجه من الجماهير، تاني حاجه من اللاعبين، تالت حاجة من الأجهزة والحكام، إلى جانب سلامة المنشآت. ده كان الكلام بشكل عقلاني جدا جدا، وأعتقد أن حضراتكم كلكم هترحبوا بهذا الكلام طالما بيخدم المصلحة العامة وبيحافظ علينا إحنا كناس مشجعة ومحبة للعبة كرة القدم. أيا كان انتمائنا هو إيه، أهلاوي، زملكاوي، اسماعيلاوي، أيا كان انتمائنا هو إيه، عايزين نروح المباريات وإحنا مطمنين جدا. انا عايز ابعت ابني يروح، ابني يقول لي تعالى انا عايز اروح ماتشات، اقول له لا مفيش ماتشات، وانا ممكن اجيب له دعوه مش هوديك، عشان انا قلقان، انا مش عارف ايه اللي هيحصل. لكن دلوقتي في كاميرات متنقله مش ثابته، في رقابه في كل حاجه، في شركات امن واعده جدا محترفه جدا، بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الجماهير، في كل حاجه بس باحترافيه. ده الهدف منه في الاول وفي الاخر، وده اللي باكد عليه، وده اللي بياكد عليه النادي الاهلي، وده اللي دعا عليه المهندس خالد مرتجي والكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اللي هو الدخول بشكل امن والخروج بشكل امن. ده الهدف من الكلام كله، عشان مفيش حد يلعب في دماغنا. طيب، امبارح كان معايا على التليفون المهندس محمود الشامي رئيس رابطه الانديه المحترفه، واتكلم بصراحه باستفاضه، واتكلم حتى انا امبارح لو تفتكروا حضراتكم ما سالتوش، هو كان بيتكلم وبقول باستفاضه في كل حاجه، كل الحاجات اللي حضراتكم عايزين تسالوا عليها، كل الحاجات اللي انا كنت عايز اساله عليها، وكل الحاجات اللي كمان الاعداد كان بيقولها لي عشان اسالها له. اتكلم بمنتهى الاستفاضه، انا بحييه جدا وبحترمه جدا. يعني تعالوا طيب نروح نشوف تقرير مع المهندس محمود الشامي بعد الورشة العمل النهاردة، ونرجع نتكلم في اللي قاله المهندس محمود الشامي. اتفضل. دي بداية بعتبرها ناجحة جدا، دي تاني خطوة بعد الاجتماع اللي حصل في القرعة يوم السبت. فيه اجتماع مهم جدا جدا خاص بالاحتراف في الانديه واستثمار وتفعيل معايير تراخيص الانديه وتحليل الاداء الفني. دي ورشتين عمل ورا بعض بينهم بريك بعد الانديه، واتمنى برضو تكونوا موجودين معانا. امتى الدوري ده؟ امتى من اول الدوري؟ هنلحق، هنقدر. في اراده من الدوله، في اراده من اعلى مستوى في الدوله بافراح الجماهير واسعاد الجماهير، ان تبقى موجوده في المدرجات. في رغبه من الوزيرين المحترمين بيكملوا شغل وزيرين سابقين، اللواء مجدي عبد الغفار ومهندس خالد عبد العزيز، والدكتور اشرف صبحي، واللواء معالي اللواء محمود توفيق، عايزين يكملوا ويرجعوا الجماهير. اللي حصل في كاس مصر، الجماهير هيرجع ولا مش هيرجع؟ الجماهير رجع اصلا في كاس مصر، الجماهير رجعت واشتغلنا نهائي كاس ب 10000 متفرج، وكان ناديين، جمهور ناديين، الماتش النهائي لسموحه والزمالك في استاد اسكندريه، استاد برج العرب اسف، في برج العرب. فاذا الموضوع موضوع، لكن هنرجع نقول تاني لا، يخش وما يخش، نبقى جاهزين. احنا جاهزين، جاهزين بنسبه قد ايه؟ 70%. طب هندخل 70% من الجمهور؟ لا، بندخل 15%. طب بندخل الجمهورين؟ لا، بندخل جمهور وسايبين جمهور. يعني دي بدايه انا شايفها يعني ضعيفه جدا وجميله جدا في نفس الوقت، ان احنا قانعين ان احنا اقل من الايه، من المستويات الادنويه. ربنا يوفق ان شاء الله، تختلف خالص. احنا جايين النهارده نكمل، هو دخل ببطاقته الاتحاد كجاهز، هيخش ببطاقته السنه مدتها موسم واحد، الموسم الجاي حب الاتحاد يبقى بطاقه عامه. خلينا اكلمك بمنتهى الامانه، تجربه ان كل واحد يطلع حاجه لوحده عمرها ما بتنجح حاجه. احنا لسه بنعاني دلوقتي من البث الفردي والجماعي والرابطه تعمل ايه، ومشاكل اللي موجوده، وعدم مفيش والبركه والشغل كله مع العمل الجماعي. الاهلي النهارده طلع رابطته، الانديه الثانيه هنطلعها احنا الرابطه او هنعمل رابطه ونادي يخش، ولا تفرق ولا ده الموضوع موضوع خلافي ابدا. عايزين نقول ان الاهلي كله كان ليه بيبيعه ويسوق بيه، خد حقه انه ياخد فلوسه ونستعين بيه، وحقنا احنا كاتحاد مصر لكره القدم. هتاخد انت نسبه، مش هتاخد، مش ده الموضوع خالص. الموضوع عايزين ننجح الموضوع، ها، في جمهور، الجمهور يطلع بالظبط كده.
بسرعه الانديه هتبدا تسجل اسماء بتاع اتحاد الكوره ويطلع الكارنيه والاتحاد ما عنديش مانع خالص ان احنا انديه ونعرض على الكابتن هاني ونعرض على الناس، ما عندناش اي مانع بالعكس في مرونه عاديه. الدور اللي نيجي لغايه عندنا النهارده ويحضر بهذا التمثيل العالي جدا رئيس اللجنه مهندس خالد ومدير التنفيذي كمان يجي معاه، ده روح جميله جدا بشكره عاديه وبشكر كل الانديه اللي حضرت. وانا عارف ان الانديه اللي ما جاتش 7-8 انديه ما جوش، انا عارف ان الوقت كان ضيق، احنا دعينا في وقت سموحه جت احنا جالنا حوالي 10 انديه في 8 ما جوش، انديه بتروجيت وام بي لازم يبقى في اتصال مباشر معاهم، والانديه الصاعده ما جاتش، انديه الجيش جه، الحرس جه، سموحه وصلت حضرت، ها والمقصه حصل، يعني حوالي 12 نديم ان شاء الله الباقي يكون يوم السبت موجود كلهم ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان كلام المهندس محمود الشامي رئيس رابطه الانديه المحترفه اللي اتكلم عليها المهندس خالد مرتجي، وقال انا نفسي يبقى في استقلاليه لهذه الرابطه. رابطه الانديه المحترفه يا جماعه في الدوريات اكيد حضراتكم طبعا عارفين، بس بذكركم في الدوريات الكبيره ليها دور كبير جدا جدا، يعني حتى ليها جوائز مع نفسها، كؤوس وحاجات مع نفسها، حاجات بتشوف محمد صلاح حصل على مش عارف كاس رابطه ايه، غير مين حصل على كاس رابطه ايه، ليها دور كبير جدا في نهضه الكوره في اي مكان. نتمنى والمهندس خالد مرتجى ناشد الجميع ان لازم يكون لهذه الرابطة استقلالية كاملة متكاملة. الملف اللي بنتكلم فيه ده أهم ملف بالنسبة لنا احنا كنادي أهلي، وأعتقد أنه هو أهم ملف بالنسبة للكرة المصرية، وهو ملف عودة الجماهير، عودة الروح، عودة الأكسجين للجسم. دي حقيقة، لأن احنا بنتفرج على الماتشات احنا كمتفرجين بنزهق. تخيلوا بقى اللعيبة، وأكبر المتضررين هم الأندية الشعبية اللي ليها جماهير، دي اكبر متضررين، لكن في انديه مش فارقه معاها، لكن برضو الجمهور ساعات بدي طابع عكسي او بدي روح عكسيه للمنافس. لو حضراتكم متخيلين معايا، يعني مثلا فريق زي امبي لما بيلعب الاهلي الاستاد مليان، بلاش امبي يعني، خلينا في اي فرقه تانية، اي فرقه جماهيريه، الاتحاد السكندري مثلا، الاهلي الاستاد مليان، تلاقي اللعيبه بتاعت الاتحاد بتبين قد ايه الجمهور الاهلي انها لعيبه كويسه جدا، فبيديله برضه دوافع عكسيه، لكن طبعا دوافعها الاكبر مع جمهورها اللي هي بتعشقه. خلينا في نفس الملف، تعالوا نشوف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره قال ايه، وبرضه نرجع لحضراتكم على طول. في احداث صعبه جدا بتمر بها اتحاد الكوره، في اوضاع، يعني انا بقالي 4 سنين او داخل على 5 سنين انا ما شفتش الاحداث اللي بتحصل دي. وضع طبيعي، اخفاق المنتخب المصري في روسيا في كاس العالم، عامل حاله من الحزن داخل الاتحاد، وحاله من احساس بالذنب انك احزنت الشعب المصري كله. كانت كره القدم دي او الكوره اخر سنه مع تالق محمد صلاح، مع تالق المحترفين، كانت كره القدم مصدر السعاده للشعب المصري. اللي مش مهتم بالكوره والغير مهتم بالكوره كان مهتم بمنتخب مصر. اللي حصل في روسيا عمل احباط للشعب المصري. لما تحس انت كواحد في اداره الكوره في مصر انت سبب في احزان الناس دي كلها، بتعمل لك احباط، بتعمل لك شيء كده يعني. لكن في حرص من اتحاد الكوره ان جهات الرقابيه اللي موجوده النهارده في كل اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه اظهار الحقائق، لان ده حق الشعب المصري يعرف الاخطاء اللي حصلت دي. والكلام اللي بيتقال عن روسيا، الناس ما راحتش وما شافتش، لكن الناس سمعت الكلام ده صح ولا غلط، والسلوكيات اللي كانت موجوده هناك، ومين مسؤول عن الكلام ده. ده اتحاد الكره اللي حريص اظهاره، اتحاد الكره حريص اظهار ان ان ان, إن تذاكر ماتشات مصر اتعملت بطريقه محترمه وبتقنيات محترمه، اظهار ان المعسكرات كانت محترمه، التسيب اللي بيتقال عليه ده ما كانش موجود. كل الحاجات دي احنا ملفات كلها اتحطت قدام الجهات الرقابيه، عشان عاوزين نقول ان كان هناك مخطئ لازم يتحاسب. تنتهي ما تنتهيش، دي بقى دورها وشغلها، لكن انا بقول لحضرتك كل ما طلب من اللجنه من ملفات ومستندات اتقدمت لهم، وفي حرص من اتحاد الكوره على ان احنا اللي حابين عاوزين نعرف، والشعب المصري كله يعرف مين المخطئ يعني، وهل في قصور من اتحاد الكوره تسبب في الاخفاقات دي؟ يعني هل في قصور؟ لو في قصور من اتحاد الكوره ومن مجلس الاداره هيكون ليها قرارها.
فالكلام ده كله لازم يظهر للراي العام. احنا شايفين واتحاد الكره شايف ان اللي اتعمل لمنتخب مصر ما اتعملش في تاريخ الكره في مصر، من معسكرات، من مكافئات لعيبه، من حوافز لعيبه، من كل الكلام ده. ممكن تكون دي وجهه نظر غلط، ممكن تكون دي وجهه نظر شخصيه، بس احنا شايفين كده. طيب مين اللي يقول الكلام ده صح ولا غلط؟ لجان التحقيق ان شاء الله. في ظل الاحداث دي كلها المهندس هاني ابو ريده بيكلف رابطه الانديه بالتنسيق عشان نرجع الجماهير او نستمر او نعيد تاني نفس تجربه الموسم اللي فات. اخر 5 ماتشات في الدوري كان في جماهير، نهائي كاس مصر الزمالك وسموحه كان فيه مش اقل من 10,000. احنا بنستكمل مسيره وزير داخليه محترم اللي هو مجدي عبد الغفار الوزير الاسبق، وزير محترم الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، مجهود كبير كان منهم جدا عشان نرجع الجماهير. عندنا وزير داخليه جديد اللي هو محمود توفيق وزير الداخليه، عندنا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، عاوزين نستكملوا مسيره النجاح دي ويبقى في جماهير. مش معقوله ملاعب مصر تبقى فاضيه، شفنا في روسيا حاجه يعني خيال اللي احنا بنشوفه ده، ليه احنا مش اقل منهم؟ وبدانا ناخد فعلا نقتدي بالاتحاد كره القدم الروسي اللي منظم كاس العالم بروسيا اللي منظمه، ان احنا نعمل فان اي دي. لن يسمح لمتفرج يخش استاد ما معوش البطاقه. النادي الاهلي تجربه محترمه جدا واداره محترمه جدا، دي تجربته. احنا هنعمل بطاقه لجميع مشجعين الكره في مصر يخش بيها ماتشات الاهلي، يخش بيها ماتشات الزمالك، يخش بيها ماتشات المنتخب، يخش بيها ماتشات الاسماعيلي، مصري، كل الانديه. حتى النادي المصري هو بيلعب ماتشاته الافريقيه هيستغل بطاقه اتحاد الكوره. انا بقول لحضرتك بطاقه اتحاد الكوره دي البطاقه اللي هتعتمد من وزاره الداخليه، فبالتالي زي ما بقول لحضرتك كده لن يسمح لدخول ماتش كوره بينظمه اتحاد الكوره المصري من غير بطاقه. الماتشات الانديه المسؤوله عن التنظيم ودخول الجماهير، انا بكلم حضرتك على بطاقه دخول الجماهير، لكن انا بحدد لك النهارده 5,000 تذكره، بديك 5,000 تذكره بديهم للنادي الاهلي، او بديله 2,000 للنادي الاهلي، بديله 10,000 تذكره الماتش الافريقي، بقول له انت 10,000 تذكره، هو بيطبعهم يختمهم منين؟ من وزاره الداخليه. مش هيقدر يطبع التذاكر ولا تتختم وزاره الداخليه الا بناء على البطاقه. مش هيدي البطاقه التذكره الا اللي معاه بطاقه اتحاد الكوره. ماتشاته الخاصه بيه هو دي قصه بتاعته هو، بس الامن انا بكلمك على تنسيق مع الامن. لن يسمح بدخول ملاعب كرة القدم الا لمن حامل بطاقة اتحاد الكورة. احنا يعني حاجة محترمة جدا ان احنا نقتدي باللي عمله بالنادي الاهلي، لان يعني تجربة محترمة جدا، هي شبيهة بالفان اي دي بتاع روسيا، هي نفس التجربة، بس احنا بنعممها على الكرة في مصر، بعد كده تستغل في ماتشات الباسكت، تستغل في ماتشات الهاند بول. انا بكلمك احنا النهارده بالتنسيق مع الامن مش هيدخل استاد القاهرة الا اللي حامل التذكرة والبطاقة. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان كلام العميد ثروت سويله من المدير التنفيذي لاتحاد الكره. طبعا هتكلم كلام عن اخفاقات المنتخب المصري في كاس العالم، مش عايز اعلق عليه، يعني هو كلام بصراحه وجنبه الصواب تماما، يعني فيه لان بيبقى يعني الشكل العام بيبقى فيه قبليه خطوات، الخطوات دي بتبين لك انت رايح صح ولا رايح غلط. مش معقول انا كرجل شارع ابقى عارف ان احنا رايحين في مكان هنرجع منه بسرعه، وحضرتك راجل مسؤول، انا بتكلم في العموم ما بتكلمش على حاجه، وحضرتك كراجل مسؤول مش شايف الخطوات اللي شايفها رجل الشارع العادي، ما ينفعش خالص. كان كل الشارع المصري بيقول يا رب، لكن احنا عارفين ان احنا بعيد جدا عن الموضوع باللي احنا بنشوفه من صوره شكل المنتخب الوطني فنيا، مع ان احنا نملك، وافضل اقول كده ان احنا نملك احسن لعيبه في العالم، بس عايزين الناس تتعب وتشوف اللعيبه دي وتجيبها وتجهزها وتمرنها كويس. لكن اتكلم في شكل دخول الجماهير وشكل ورشه العمل، وكمان عشان ندخلكم في التفاصيل اكتر معايا الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لرابطه الانديه المحترفه. دكتور مصطفى اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عبد الحميد، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ومنورنا في قناه الاهلي بخير. اهلا بيك. اهلا بيك. خليك يا رب. يعني احنا عمالين بنتكلم طبعا عن الملف الاهم اعتقد هذه الايام، وهو ملف عوده الجماهير يا دكتور مصطفى. طبعا بالتاكيد. يعني حضرتك شايف النهارده ورشه العمل جانت ثمارها، وصلت لاهداف، حطينا النقاط فوق الحروف زي ما بيقولوا، ولا شايف الموضوع من وجهه نظر حضرتك طلع ازاي؟ طبعا
طيب احنا يعني النهارده طبعا انا كان لي الحظ ان انا اعمل برزنتيشن عن تجربه الفان اي دي في روسيا وازاي يستخدموها. تمام. واحنا النهارده يعني انا كنت في اللجنه المشكله اللي كانت بتتعامل مع الجانب الروسي في استخراج الفان اي دي لكل الجماهير المصريه. تمام. والحمد لله خلال الست شهور الماضيه قدرنا نوصل لفهم اكبر وهم استخدموا النظام ازاي. وكان في الاول عندنا تشكك كبير جدا في قدرتهم على استخدام الفان اي دي زائد التذكره لان احنا ما اعتدناش وبطولات كاس العالم ان ده يتم. انما التجربه اثبتت ان هم كانوا قادرين استخدموا الفان اي دي كفيزا للدخول لروسيا كمكان تسكن فيه لازم يكون معاك الفان اي دي. لما تيجي تتنقل سواء بين المدن او وانت رايح يوم المباراه بالمترو لازم يكون معاك الفان اي دي لحد ما توصل لتجربة ان انت تخش وتستمتع جوه الاستاد بالفان اي دي. تمام. الحقيقة هم يعني ادوا نموذج انه كان النموذج ده يعني قوضة ورسالة للعالم كله ان احنا هنطبقه، وان الرئيس الروسي بوتين زائد انفانتينو رئيس الفيفا اول ناس طلعوا الفان اي دي ولبسوه قدام الجمهور وقالوا لهم هو ده اللي هيستخدم. فاحنا النهاردة في ورشة العمل لأقامتها الرابطة في الاتحاد كنا بنسعى لنشر الوعي والادراك باهميه الفان اي دي لعوده الجماهير المصريه للمدرجات. انا يعني احنا بنسعى ان احنا نطبق كود بيسموه بره سيفتي ستاديوم او استادات امنه او السلامه بالملاعب. الكود ده بيعتمد على ان كل حاجه في الاستاد هي عشان تامن الجماهير. تمام. لازم الجماهير لما تدخل الاستادات تبقى في وضع امن تماما. حلو قوي حلو قوي يا دكتور، الكلمه دي جميله جدا جدا. ده مدخلنا للجماهير ان احنا عايزين او حريصين على سلامتهم ودخولهم امنين وخروجهم كمان اكثر امنا. بالطبع حضرتك كل الكود اللي موجود في الدوري الانجليزي او في الفيفا رقم واحد بالنسبه لهم هو امان الجماهير اللي موجود في الاستاد وتعليماتهم لكل الانظمه اللي جوه في الاستاد او حكم المباراه ان المباراه تقف في اي حاله فيها خطر وعلى سلامه الجماهير بالاستاد. تمام. احنا تمام. النهارده كل اللي احنا بنعمله او بنسعى اليه هو كيفيه سلامه وامان الجماهير بالاستادات والملاعب. تمام. والتعامل ازاي مع التجمعات بشكل حضاري احنا عايزين نوصل. والاهلي يمكن كان ليا الحظ ان انا يعني اشتغلت معاهم فترات طويله سواء في رابطه الانديه او البيع الجماعي. انا بعتبر ان مؤسسه الاهلي هي قاطره دايما بتشد وراها الرياضه المصريه مش الانديه، الرياضه المصريه فيما هو جديد وحديث في الاداره الرياضيه او التسويق او اداره الاحداث او او او. فكل ده احنا انا كنت سعيد النهارده ان انا بستمع ان النادي الاهلي يعني عنده تجربه سريعه وتجربه ممتازه. ان شاء الله كل الانديه تحذو نفس الحزب. احنا يعني رايحين ان احنا نعمل حاجه بنقول عليها البرنامج الوطني لجماهير الرياضه. البرنامج الوطني لجماهير الرياضه اول عناصره ان كل جماهير الرياضه الراغبه ان هي تحضر مباريات لكره القدم على المستوى المحلي او الافريقي او الدولي هيكون معاه فان اي دي لمده عام. الفان اي دي ده لا يمنع ان النادي عنده بطاقته ولا يمنع ان النادي هو جميل. المسؤول فعلا جميل. عن بطاقته وعن بيع تذاكره، انما ده جواز مرور لدخول المنشات جميل. الرياضيه بشكل امن. جميل، كلام جميل جدا وكلام محترم جدا وكلام احترافي كمان يا دكتور مصطفى. يعني نفسنا فعلا يتطبق وباقصى سرعه كمان عشان نشوف او نسعد بعوده الجماهير للمدرجات. يعني كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك والجهازك او الفريقك المعاون في هذا الموضوع. لكن كمان عايز اكد لك كمان على النهارده طلب المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، طلب من الجميع الدعم الكامل لرابطه الانديه المحترفه لتنال استقلالها الكامل في كل حاجه متحالها. ايه رايك في هذه الدعوه؟ طبعا يعني الاخ العزيز خالد مرتجي احنا زي ما بقول لحضرتك احنا انا كنت يعني من اللجنه اللي شكلت عام 2009 كان برئاسه الكابتن حسن حمدي وكان عضويه السيد المستشار محمود فهمي ومجموعه كبيره والاستاذ ممدوح عباس. كانت بتتكلم على فكره تاسيس رابطه الانديه وفكره ان الانديه بتحقق التضامن ما بين بعضها البعض. ويمكن انا ذكرت الكابتن الاستاذ خالد مرتجي النهارده ان في وقت من الاوقات كان النادي الاهلي بيتنازل عن جزء من حقوقه في البث التلفزيوني في سبيل البيع الجماعي وفي سبيل ان الانديه يحصل سوليداريتي بين عناصر الانديه وكل الانديه تستفيد.
موضوع الرابطة خليني أقول لحضرتك إن يعني في الخمس سنين اللي فاتت حصل تطورات كبيرة جدا، إنما اللي موجود في لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو إنشاء رابطة الأندية للقسم الأول، تمام، ومختص وبتختص بحاجتين: تنظيم المسابقة وبيع الحقوق بشكل جماعي. بيع الحقوق بشكل جماعي يعني النهاردة كل الأندية ابتدت تبيع بشكل فردي وعملت عقود لثلاث سنين أو أكتر، فده محتاج ان الرابطه تستقر اكتر ويحصل تفاهمات مع اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم 18 نادي ازاي يرجعوا لصيغه البيع الجماعي اذا كان ده امكن، او النهارده يكون في نسبه من حقوق الانديه اللي هي باعت بالفعل تروح للرابطه عشان تقدر تعمل انشطه كره القدم المصريه. كل ينجح وكل يستفيد منه اكيد. يعني دكتور مصطفى، يعني سؤال لو حضرتك مش عايز تجاوب يعني اعفيك عادي جدا، يعني متفائل بنسبه كام في استقلاليه هذه الرابطه بالنسبه لاتحاد الكوره؟ طيب انا اقول لحضرتك عشان انا يعني طبعا بالاساس يعني ماسك التطوير والاستثمار في اتحاد الكوره، اكتر واحد مساند ويعني وعايز التجربه دي تنجح هو المهندس هاني ابو ريد. حلو، يعني بنسبه 80-90% عشان نطمن المشاهدين. لا انا بقول لحضرتك يعني هي الناس طبعا ان الرابطه لما حصل الانتخابات كان في اخر 3 شهور في الدوري، فانت عارف لو في قطر شغال وماشي على الطريق ما تجيش في نصه وتوقفه وتقول له انا عايز اركب انا دير. دي حقيقه. فكان كان احنا السياسه بتاعتنا ان احنا جينا اخر 3 شهور في الدوري، في نص الدوري ولا 70% من الدوري كان اتلعب، وتقول للربط بقى انا عايز ادير، فقلنا لا خلي الامور ماشيه زي ما هي، افضل للمسابقه وافضل ان انت داخل في يعني في المنعطف الاخير من مباريات الدوري. انما احنا النهارده مع القرعه الجديده موجودين مع تنظيم المسابقه، الرابطه تمارس دورها قبل بدايه الموسم بشكل طبيعي. وهو ده اللي احنا كنا يعني ما كانش متاح العام الماضي ان هو يكون موجود للتاخر للانتخابات. يعني هو السؤال مش محرج ولا حاجه، انما انا بقول لك حضرتك الواقع اللي كان موجود، انما زي ما انت حضرتك شايف قدينا اسبوعين بنجهز للمسابقه الجديده، والانديه كل ما هتجتمع كل ما هتتضامن اكتر وكل ما هي هتفعل الرابطه اكتر، لان في الاساس هي الرابطه منتخبه من الانديه مش من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ما انتخبهاش يعني. اكيد اكيد. انا بحاول اطمن الجماهير من خلالك يا دكتور مصطفى، لان انا شخصيا عارف قد ايه اهميه دور رابطه الانديه المحترفين. يعني عشان كده سالت حضرتك السؤال ده، يعني في انتخابات ان شاء الله في شهر 9 اكيد ولا لسه في كلام؟ باذن الله طبعا، لان هو انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هو اللائحه بتقول ان الرابطه دي مدتها يعني سنه وتجرى انتخاباتها يعني بعد نهايه الموسم اللي منتهي، فالرابطه بتسلم رابطه ان شاء الله لازم هتعمل انتخابات، واحنا اللي هندعو مش اتحاد الكوره اللي هيدعو كمكتب تنفيذي للرابطه، واحنا منوطين بالعمل ده ان احنا هنقدم الدعوه للانديه ونتقبل الترشيحات من الانديه وينتخب مكتب تنفيذي جديد يستلم العمل من المكتب التنفيذي الحالي او يجدد الثقه في المكتب التنفيذي الحالي. يعني ده رايي في الاول والاخير للجمعيه العموميه لانديه القسم الاول وهم 18 نادي. جميل جدا دكتور مصطفى عزام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لحضرتك كل التوفيق في رابطه الانديه المحترفين، واتمنى لك التوفيق فيما قادم مع اتحاد الكره ايضا. يعني خلينا دايما يا جماعه نتمسك في الامل، نتمسك بالامل. دكتور مصطفى عزام بيقول ان اللي واقفين في ظهرهم قوي هو اتحاد الكره برئاسه المهندس هاني ابو ريده، واحنا عايزين نتمسك بالامل. كنت بقول لكم امبارح خبر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بيقول ان مصر عايزه تنظم كاس العالم 2030 وعايزه تنظم دوره الالعاب الاولمبيه 2032 على ما اعتقد. يعني طلعوا امبارح ناس في السوشيال ميديا، لان انا متابع جيد للسوشيال ميديا لان عارف ان هي فعلا نبض، يعني نبض حياه كمان، قالوا احنا ناقصين مش عارف ايه وناقصيننا مش عارف ايه واحنا خرجنا وما عملناش. خلينا نتمسك دايما بالامل ومش عايزين نكسر، يعني ممكن ليه لا، مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه نقول عليها مش هتحصل. خلينا نتمسك دايما بالامل، واعتقد ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هيحرك حاجات كتير جدا مع كل الناس المتفائله، فخلينا دايما متفائلين. ده كان كلام دكتور مصطفى عزام، اتكلمنا فيها عن رابطه الانديه المحترفين، اتكلمنا فيها كمان عن الشكل او الامثل كمان لعوده الجماهير، واتكلم فيها عن التنظيم الناجح واللي ما كانش حد متوقعه
بالنسبة لتنظيم دخول الجماهير في كأس العالم في روسيا اللي خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة. كمان كان حاضر هذا الاجتماع أو هذه الورشة الكابتن وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقصة. نادي مصر المقصة أعتقد كمان أنه نادي كبير ليه كلمة وليه دور. تعالوا نشوف وليد هويدي قال إيه ونرجع لحضراتكم على طول. والله طبعا بقول لحضرتك هو خطوه يعني بعتبرها اتاخرت شويه من اتحاد الكره، لكن نشكره على الخطوه ديت. وفعلا في جديه في موضوع عوده الجماهير ما بين اتحاد الكره ووزاره الداخليه، ففي تجربه جديده اتحاد الكره عاملها. هو يعني عارف النادي الاهلي كان سباق في الموضوع ده بالتجربه اللي هو عملها النادي الاهلي باستخراج كرنيهات للجمهور والتذاكر الحجز التذاكر الالكتروني. احنا كانديه نادي مصر المقصه طبعا في نادي الفيوم في محافظه الفيوم اول مره طبعا هنعمل التجربه ديت في موقع في اتحاد الكره عامل تذاكر اللي هي الفان اي دي اللي هي طبقت في نفس المنظومه اللي طبقت في كاس العالم في روسيا. فبالتالي نسجل بيانات جمهورنا على الفان اي دي ده طبعا بيسهل امر ان انت بتقدر تتحكم في نوعيه الجمهور اللي هو داخل. اي حد مثلا عنده خارج عن القانون مش هيقدر انه يسجل بياناته عندك لانه عارف انها تتعرض على وزاره الداخليه والجهات الامنيه فبالتالي مش هيجي لك. تمام. بالاضافه ان حضرتك ان انت ضامن ان معظم اللي داخلين دول معروفين عن طريق الفان اي دي او عن طريق السيستم ده. فبالتالي هتقدر ان انت يعني فرص الشغب يعني تكاد تكون تنعدم يعني. واعتقد ان معظم التجارب اللي فاتت الحمد لله رب العالمين تجارب ناجحه. نشوف حضرتك مثلا النادي المصري لما دخل عنده جمهور كان ما حصلش اي شغب. النادي الاهلي كذلك حتى لما قله خرجت عن الامر اتجابت عن طريق الكاميرات او عن طريق السيستم والحمد لله. فبالتالي ده بيعمل ردع بعد كده يعني هي اداه ردع. عارف الوقايه خير من العلاج. هو ده موجود كده. ما كل انا عارف ان انا متسجل بياناتي هنا فبالتالي مش هتجاوز يعني. ده كان كلام وليد هويدي مدير الكره بنادي مصر المقصه. مع ان نادي مصر المقصه ما بيملكش جماهير كتير لكن طبعا كان حضوره مهم جدا بصفته نادي اثبت وجوده في الدوري المصري في سنوات قليله. ان شاء الله ترجعوا وان شاء الله ترجعوا تنوروا استادات الكره المصريه في كل مكان. تعالوا نروح النهارده 11/7/2018 زي النهارده 11/7/2013. الكرة المصرية فقدت نجم كبير جدا. نجم انتوا عارفين في نجوم ما بيختلفش عليها جمهورين يعني اهلي وزمالك. انتوا عارفين دايما احنا اهلي وزمالك دايما كده بنقعد نعاكس بعض لكن في الاول وفي الاخر الحب بيجمعنا كلنا يعني الحمد لله. لكن في نجوم كابتن حسن شحاتة، كابتن الشيخ طه اسماعيل، كابتن فاروق جعفر، نجوم كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب اسطوره الكوره. تلاقي كل الجماهير مش عايز انسى اسماء طبعا انا اسف طبعا في اسماء كتيره جدا الجماهير بتعشقها وبتحبها. في جماهير ما بيختلفوش على نجم زي النجوم اللي انا عدتها لحضراتكم دي. لكن في 11/7/2013 فقدنا نجم كبير جدا الغزال، غزال مصر الاسمر، نجم الزمالك ونجم منتخب مصر الكابتن ابراهيم يوسف. تعالوا نشوف تقرير صوتي عن هذا النجم الكبير ونرجع لحضراتكم على طول. في مثل هذا اليوم من عام 2013 فقدت الكرة المصرية نجما كبيرا ومدافعا عصريا نال احترام الجميع عبر مشوار طويل. إنه الغزال الأسمر إبراهيم يوسف لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق. برغم المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك دائما إلا أن إبراهيم يوسف كان من النجوم القلائل الذين نالوا حب واحترام كل الجماهير على رأسها جماهير القلعة الحمراء نظرا لدماثة خلقه وموهبته العالية. كان الغزال واحدا من أشهر المدافعين بعدما تميز بالرشاقة والطول الفارع حقق نجاحات كبيرة
فاز ببطولة الدوري مع الزمالك 3 مرات ومرتين بدوري أبطال إفريقيا. نجح إبراهيم يوسف في الفوز ببطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر عام 86. شارك في العديد من البطولات الكبرى من أهمها أمم إفريقيا عام 84، حيث فاز وقتها بجائزة أفضل مدافع. دائما ما نتذكر التاريخ لهؤلاء النجوم، هم من أصحاب المقام الرفيع ومنهم الغزال رحمه الله. يعني كابتن إبراهيم يوسف غير أنه كان لعيب حريف قوي ولعيب يعني دمه خفيف جدا ولعيب الأهلاوية والزملكاوية بيعشقوه، أخو الكابتن إسماعيل يوسف والكابتن سيد يوسف، وكان يعني عائلة كروية، نجم كبير جدا. لازم طبعا نتذكر هؤلاء النجوم اللي بيسيبونا وبيرحلوا. لعيب زي ما قلت لحضراتكم، لعيب كان حريف جدا، لعيب كان مهم جدا للزمالك وللأهلي وللمنتخب مصر، آسف. لعيب ما سمعناش عنه مشاكل، لعيب كانت الجماهير كلها بتحبه وبتعشقه، كمان كان ليه طابع خاص في الكرة المصرية قبل الكرة الزملكاوية. ده كان الكابتن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه. نطلع من هذا النجم الكبير الله يرحمه لنجم آخر ربنا يديله الصحة ودايما مفرحنا، سواء هو لاعب أو هو مدرب أو هو كمان مدير فني أو هو حاليا مدير الكرة في النادي الأهلي والمدرب العام للنادي الأهلي. تعالوا نشوف هذا التقرير عن نجم محمد يوسف ونرجع تاني. محمد يوسف بياخد احدى هجمات القافره الحمراء وبيشوط، ولا جول يعد محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة والقائم بأعمال مدير الكرة واحدا من أبرز أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، يعرفون قيمته جيدا، لا ينكرون فضله مهما حدث عليهم من هذا الكيان العظيم. يوسف واحد من أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر والمساك في حقبة تسعينيات القرن الماضي، كان شريكا أساسيا في أجيال حصدت ألقابا عدة للقلعة الحمراء. ولد يوسف في 9 أكتوبر عام 1970 بالقاهرة، لعب للأهلي ولعدد من الأندية الأخرى من بينها دينزل سبور وديار بكر التركيين بجانب المقاولون، حتى اعتزل عام 2004 لينتقل إلى عالم التدريب الذي بدأ منه كمساعد في الجيل الذهبي الذي حصد جميع الألقاب المصرية والعربية والعالمية مع مانويل جوزيه وحسام البدري، ثم تم تصعيده كمدرب عام ومن بعدها كمدير فني. نجح في الفوز بالعديد من الألقاب سواء الدوري أو بطولة إفريقيا عام 2013 ليكون من ضمن من فازوا بالبطولات كلاعب وكمدرب. رحل يوسف عن الأهلي عام 2014 ليدرب عددا من الأندية، منها الشرطة العراقي بتروجيت، ثم عاد من جديد كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة في الحقبة الجديدة لفريق الكرة والذي يحلم بإعادة دوري أبطال إفريقيا لأحضان قلعة الجزيرة. ده كان النجم محمد يوسف النجم الأهلاوي الجميل. محمد يوسف كان باك شمال عصري جدا، طلع صال وجال في الأهلي ومنتخب مصر أيضا في رحلته الاحترافية، ورجع تاني على الأهلي كمدرب ثم مدرب عام ثم مدير فني، وأحرز مع النادي الأهلي بطولة أفريقيا كلاعب وبطولة أفريقيا كمدرب. وأعتقد إن شاء الله إن شاء الله يا رب، قولوا يا رب بس إن شاء الله نحرز بطولة أفريقيا هذا العام مع محمد يوسف المدرب والقائم بأعمال الكرة، نجم كبير أكيد طبعا. نروح لنجم تاني لكن النجم لسه في الملاعب، النجم محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه اخبار اكيد حضراتكم سامعين عنها في السوشيال ميديا، تريزيجيه شويه راح سلافيا براغ تشيكي، لا تريزيجيه لسه في قاسم باشا. تريزيجيه النهارده نزل تويتة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال لازلت لاعبا في صفوف فريق قاسم باشا، لا ادري ما سوف يحدث في الايام القادمه، اما الرحيل او البقاء، لكن كل الاحتمالات وارده. احنا مش عايزينك بصراحه تريزيجيه تروح لنادي
لا يليق بيك انت كحجم الفنيات اللي احنا بنشوفها محمود حسن تريزيجيه، لولا ان احنا مهتمين قوي بمحمد صلاح وعاملين فوكس عليه مركزين عليه قوي، تريزيجيه لعيب من العيار الثقيل. تريزيجيه ليه فضل كبير جدا بعد ربنا طبعا، احنا صعدنا كاس عالم بضربه الجزاء اللي جابها، وقبل كده ضربه جزاء تانية، وقبل كده ماتشات ولا اروع. تريزيجيه لو نديله الاهتمام يعني قريب من محمد صلاح، محمد صلاح طبعا نجم كبير جدا مع شوقنا طبعا، لكن تريزيجيه لازم نديله برضه اهتمام كبير لانه لعيب يستاهل انه يروح نادي كبير جدا. لكن الانديه دي لا، خليك في قاسم باشا لغايه لما تروح على نادي اكبر ويليق بيك كاسم. كنا سمعنا ان هو يروح ايطاليا يوفنتوس، مش عارف هيروح فين، لكن ان شاء الله يروح نادي يستاهله. محمود حسن تريزيجيه نجم الاهلي السابق ونجم مصر. ايضا النجم عمرو بركات في مران الاهلي، عمرو بركات انتظم في تدريبات النادي الاهلي مساء اليوم الاربعاء بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الشباب السعودي. الاهلي كان اعار عمرو بركات الى الشباب اكيد حضراتكم عارفين برضو في يناير الماضي قبل عودته في انتقالات الصيف الحاليه بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي. النادي السعودي قال كان لعيب مميز جدا جدا، لكن احنا لينا سياسه تانية خالص وبنجدد الفريق بشكل تاني خالص. دي كانت خبر او كانت اخبار النادي الاهلي، اتكلمنا معاكم فيها عن كل حاجه، اتكلمنا عن ملف عوده الجماهير. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في ملف عوده جماهيره تحديدا، وان شاء الله كل التوفيق للاتحاد المصري في ملف عوده الجماهير بصفه عامه. هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علي مسعود ونرجع لحضرتك. الاهلي في كل مكان مستمرين معاكم، وشرفني ونورني الناقد الرياضي الاستاذ علي مسعود. استاذ علي اهلا بيك. اهلا كابتن ايدو، اهلا بيك واهلا بجمهور قناه الاهلي في كل مكان. منور الدنيا. نورك ربنا يخليك. الله يسلمك. عايز تبدا منين بقى؟ عندنا حاجات كتير النهارده. اتصور الملف الساخن النهارده الجمهور. ادي لك حريه البدء. اول سؤال بس. الملف الساخن النهارده موضوع الجمهور، دخول الجمهور في الدوري. الدوري على الابواب وكل منتظر هل الجمهور هيدخل هل لا. كان في ورشه عمل النهارده، يعني الناس عايزه تعرف ايه اللي ممكن يتعمل وهل كله عايز يدخل الملاعب، يعني عايزين نعيد الحياه للملاعب المصريه ونرجع ترجع الكره المصريه لجمالها ولمتعتها. اكيد ومفيش كوره، مفيش متعه في الكوره بدون جمهور. اكيد طبعا طبعا، هو الجمهور روح الكوره والجمهور كل حاجه في الكوره. انا قلت الاكسجين بتاع الجسم كمان الجمهور طبعا. بالنسبه للعيب انا عايز ابدا من نقطه كان فيه، خدت بالي قبل ما ادخل المهندس خالد مرتجي في بعد ورشه العمل قال تصريح ان اقترح ان يبقى فيه شركات خاصه تنظم، ان كل نادي يبقى عنده متعاقد مع شركه تنظم مساله الجمهور. شركات امن. بالظبط بالظبط. اتصور الفكره دي، انا كنت على اطلاع، انا اشتغلت في الخليج في الاعلام الخليجي وكنت على اطلاع بتجربه شبيهه بده. تمام. شبيهه ومنفذه بطريقه يعني تضمن بشكل كبير نجاح او عدم وجود مشاكل في المستقبل. تمام. اول حاجه انا في تصوري قبل موضوع الشركات الخاصه اللي هي شركات الامن الخاصه في فكره بسيطه جدا، موضوع التذكره الالكترونيه. انا ايه الهاجس الاساسي اللي مخليني اللي مخوفني ان يبقى فيه ادخل الجمهور بنسبه الملعب يبقى مليان؟ الهاجس الامني بمنتهى الصراحه. يعني انا اخشى ان تحصل مشاكل، تتكرر ماساه بورسعيد، حاجات زي كده. ده الهاجس الاساسي. الموضوع ده عشان نضبطه سهل، في دول كتير عامله اللي هو التذاكر الالكترونيه. تمام. ان انا احجز من خلال موقع. لازم طبعا ده بيحتاج بنيه اساسيه، يعني محتاج الملاعب اللي تقام عليها الملاعب، محتاج لازم تترقب الكراسي. والموضوع مش صعب على فكره. يعني الاتحاد الاسيوي على سبيل المثال بيشترط على جميع الدول اللي مشاركه في دوري ابطال اسيا الملعب اللي ما يكونش مرقم تذاكره، الكراسي مرقمه ما يدخلش، ما يكونش صالح لاقامه البطوله عليه. ماشي. تمام. ترقيم الكراسي، انا بحجز، انا كشخصي بكتب اسمي، بحجز الكرسي. الموضوع ده
يسهل الجانب الامني. انا لو حصل مشكله في المكان ده هم عارفين مين اللي مين الكرسي ده مين اللي حاجزه بالظبط ماشي. فالمساله دي مساله آلية هتسهل مسألة الدخول. مش هيبقى في تزاحم. أنا معايا تذكرة إلكترونية بيعملها زي الباركود كده بيحطها ويدخلني زي اللي شغال في روسيا دلوقتي بالظبط زي اللي كان شغال في روسيا في كأس العالم وزي ما معمول في دوري أبطال أوروبا وزي كل الدول. روسيا بيركبوا بيه المترو بيقطعوا بيه بيسحبوا بيه فلوس بيقطعوا بيه ده يعني حاجة حاجة تمام زي كل حاجة تقريبا. إحنا يمكن شوية متأخرين في الموضوع ده. ما إحنا مش متأخرين شوية إحنا ما جيناش لسه على فكرة في 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 دوري أبطال آسيا لأنه كنت بتابع الموضوع عن قرب. عامل نظام جميل قوي. الدول اللي جاهزة للكلام ده بتشارك بنادي واثنين وثلاثة تمام حسب جاهزيتها مش جاهزيتها الفنية فقط مش قوة النادي أو مش قوة الكرة فقط فيها قوة التقنية قوة الملاعب البنية الأساسية. ولذلك هتلاحظ إيه؟ هتلاقي في دولة مشاركة بثلاث أو أربع أندية وتلاقي الكويت ما فيش ليها ولا نادي مثلا تلاقي سلطنة عمان ما فيش ولا نادي في دوري أبطال آسيا. فالموضوع لازم يبقى عندي فيه جهة فوق بتجبرني عليه. لازم الاتحاد الافريقي يتحرك في نفس الاتجاه. يعني ما يبقاش هو الناس كلها ماشية كده واحنا هنا احنا لسه في اول الخط. لازم يبدأ تحرك من الاتحاد الافريقي يلزم يبقى فيه بنية اساسية في الملعب. صحيح ان الاوضاع في افريقيا مختلف لكن لازم احنا اذا كنا دلوقتي منتخب فرنسا اللي بنتكلم اللي وصل لنهائي العالم بنفخر بانه فيه 17 لاعب من جذور افريقيه بالزبط. ماشي بالزبط. فليه ما نكونش مش جذور فقط جذور وحاضر يعني ما يكونش ماضي وحاضر تمام ماشي. فمساله التذكره الالكترونيه ده احد الحلول المهمه في عمليه تسهيل او تنظيم الجانب الامني في الدخول. اتصور لو نجحنا من هنا لنص الدوري في ان احنا نوفر البنيه الاساسيه والموضوع مش مكلف كتير على فكره موضوع بسيط جدا. هو بقى معمول دلوقتي او بيتعمل في النادي الاهلي حاجه اسمها كارت اهلاوي تمام يعني في ظل السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه. مهندس خالد مرتجي برضو تتكلم عنه بالظبط. هيبقى اللي بيحصل في النادي الاهلي الاهلي دايما برضو يعني زي ما بنتكلم على بره وهنا الاهلي دايما سابق بخطوتين ثلاثه عن المجموع. فده لازم يحصل على صعيد البلد كلها. لازم يبقى احنا السنه دي نحس بمتعه الكوره في وجود المشجع الملتزم المشجع اللي هنعرف لو حصلت مشكله هنعرف مكانه فين اكيد ومن طبعا. خلال الكاميرات هنعرف فين طبعا. فبالتالي انا كمان اما احس ان انا اسمي الكرسي ده تبعي واما احس ان انا مراقب بالكاميرات والكلام ده اعتقد انا او غيري هيبقى حريص على انه يلتزم بالاخلاق ويبعد عن المشاكل والكلام ده. ده الهدف الاساسي. احنا عايزين ندخل نتمتع بالكوره فقط اكيد هو انا باخدها من الجنب ده. يعني انا دايما بوضح كلامي مع الجماهير او بنقول الهدف من الكلام ده ان احنا بنتكلم عشان الحمايه. انا ماليش علاقه بالمشاغبين ما بذكرهمش اساسا تمام. انا بتكلم عشان الحمايه تمام. وده اللي انا ده المدخل اللي بحب ادخل له او بدخل منه للجماهير لان الجماهير تقول لك انتوا بتعملوا ايه. انا اتكلمت يعني مش عايز اعيد كلامي. الجماهير انتوا كل ده امن ومش عارف كل ده اجراءات ايه. لا احنا قلت لهم ان احنا بنعمل كده عشان نحميكم انتوا صحيح عشان تبقى انت قاعد مطمن على اولادك وبيتك بالزبط. واهلك وكل حاجه. فانا دايما بتكلم ان الكلام ده حمايه للناس المحترمين. ما بجيبش سيره المشاغبين اللي هم احنا مش بنعمل كده عشان مشاغبين لان هدفنا مكرمين بالظبط. احنا بنعمل كده عشان هدفنا ان احنا نحمي الناس اللي بتروح تشجع كوره وفعلا حابه ان هي ترجع المدرجات تاني. تجربه بقى شركات الامن اللي اتكلم عليها المهندس خالد اتفضل. التجربه دي في انديه عريقه مطبقاها انه انا تنظيم المباراه اللي هي على ارضي انا اللي مسؤول عنها تمام ماشي تمام. احنا دخلنا عصر الاحتراف. الاحتراف مش 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 لاعب كوره فقط محترف. احتراف إدارة، احتراف فكر، احتراف منظومة متكاملة. الاحتراف يتوجب إن أنا لو بدخل مليون جنيه في المباراة أنا ممكن أضحي بخمسين ألف في مقابل إن أنا أأمن الأمور بشكل جيد. أكتر. يبقى في شركة أمن خاصة بالظبط. مش كده وبس. أنا في تصوري الخمسين ألف ده مش هخسرها. دي هتزيد. لأن أما يبقى في شركة كده. أيوه أما في شركة احترافية هتمنع المجاملات. احنا كلنا احنا بشر احنا مصريين. يعني بتحصل في الانديه ان في تذاكر ممكن تطلع مجانا ومجاملات. لا انا لما يبقى عندي شركه محترفه انا في نظام في اليه بتطبق على الجميع. يبقى منعت تذاكر المجاملات بالتالي زودت الدخل. ماشي. يبقى حتى اللي هديه نسبه 5% او 2% بتتراوح دايما من نسبه من 2 ل 5% اللي هديه لشركه الامن انا ما اديتهوش من حقي ده انا مديته له من القيمه المضافه اللي انا حققتها.
فاتصور دي فكره. والموضوع بقى واضح يا زعلي، يعني الموضوع بقى واضح. انا بدي لك مثلا 1000 تيكت، ال1000 تيكت دولت المقابل بتاعهم كذا، انت نسبتك منهم كذا. ممتاز ممتاز، مفيش فيها حتى تيكت واحد هيروح. الفكره دي لازم تتطبق. الفكره اللي قالها المهندس خالد ممتازه ورائعه طبعا. هي مع موضوع التذاكر الالكترونيه، مع موضوع تاهيل الملاعب، اتصور ان احنا هننهي على المشكله اللي احنا عمال تقرقنا تقريبا من 5 سنين واحنا مشكلتنا كرتنا هل هيبقى فيه جمهور ولا مفيش جمهور، بقت قضيه الساعه تقريبا. دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لرابطه الانديه المحترفين كان معاه تليفون منذ قليل، كان بيتكلم برضه كنا بنتكلم في نفس السياق في نفس الموضوع، وكان دايما واخد المثل بتاع الحضور الجماهيري مونديال روسيا اللي بيلفظ انفاسه الاخير ان الجماهير ملتزمه جدا. الموضوع ده ما كناش متوقعين له النجاح ده كله، لكن الموضوع نجح بشكل كامل، ماشيين بالكارت بتاعهم في اي حاجه، حجز اوتيلات، ركوب مترو، زي ما قلت لحضرتك اي حاجه، فنادق ادخلوها، ادخلوا المباريات طبعا بهذا الكارت، فكل حاجه منظمه، بيشتروا التيكت اونلاين بهذا الكارت او هذا الاي دي، فتجربه رائعه. سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل كابتن ميدو. احنا بصور متنقل، ايه اللي يخلي الجمهور مش ملتزم؟ ايه اللي يخلي ممكن مشجع يطلع عن طوره ويطلع يعمل حاجات خارج الخطوط؟ ايه اللي يخلي ده؟ الشحن. الشحن منظر الجماهير اهو دايما كل ما اشوفه اقول لهم علمنا الصوت. اتفضل يا زعيم. الشحن اللي قبل المباريات هو اللي ممكن يؤدي لكوارث. احنا علينا دور كبير كاعلام ماشي، وكمنظومه كره قدم، اسره كره قدم المصريه عليها دور كبير جدا. يعني الجانب الامني ده جانب محترم جدا، وهو الهدف الاساسي منه انه تامين الناس في الملعب. انا لازم يبقى جنب مع عوده الجماهير اللي ان شاء الله اللي احنا متاملين انها تكون السنه دي، لازم اشتغل على الجانب الثاني اللي هو الوقايه خير من العلاج. اللي هو ابطل شحن المدرجات بافكار وشائعات دي مهمه بقى. مهمه اللي هي زي حضرتك ما قلت روسيا. روسيا نموذج. روسيا لانه رايح يستمتع بكره القدم بالظبط، روسيا لانه رايح يتفرج على كوره، ممكن منتخبه زي ما احنا شفنا اعتقد منتخب نيمار داخل فيهم 5 اجوان، لما جابوا جون قعدوا بيحتفلوا بالجون، او جابوا 6 مباراة انجلترا ونيمار بيحتفل بالجون اللي هو جاب بيه الجمهور وسعيد، مالوش علاقه بالخمسه او السته اللي دخلوا مرماه. فاحنا عايزين نصل لده، عايزين نصل لنوع او ثقافه متحضره تخلي الخساره مش كارثه. ان انا لو خسرت الدنيا مش هتقف، خسرنا كتير، ونخلي الانتصار مش نهايه العالم، عدم الافراح المبالغ فيها، وفي نفس الوقت عدم الايه الحزن العميق اللي ايه المشكله ان بنلعب كوره، انا خسرت المره دي هكسب المره الجايه. لازم الثقافه دي يبدا كاعلام، ك الميديا، السوشيال ميديا، الجهات المختلفه، سواء في اتحاد الكوره، اتحاد الكوره برضو مطالب بانه عنده يعمل ورش عمل للانديه نفسها. أكيد. الانديه نفسها لازم تبطل موضوع الشحن ده. أكيد. أكيد. لازم يبقى الرساله مختلفه جدا. لازم نشتغل على ان احنا شعب متحضر. ايه اللي بيحصل في روسيا؟ اللي بيحصل في روسيا ده بيحصل في، يعني مش مفاجاه بالنسبه ليا، لان للاسف في دول عربيه كمان طبقت ده، وبيروحوا يستمتعوا بالكوره وبيطلعوا يسقفوا ويستمتعوا ويتفرجوا على الماتش زي ما بيروح بالظبط، يحضر حفله، يحضر في حفله سينما، يحضر مسرح كده. لازم نتعامل على انها ثقافه كده. طب ما تيجي ارد عليك انا بلسان الجمهور. اتفضل. ايه رايك؟ هو الاستاذ علي مسعود بيقول ان مباراه انجلترا وبنما البنما لما جابت جون الناس كلها فرحت كانهم هم اللي كسبانين. اه بالظبط. اه يعني كان دي الصوره اللي اتنقلت لنا. انا حسيت يعني لو انت ما بتتفرجش على المباراه ودخلت على جون بنما هتقول ان ده جون الهدف الوحيد في المباراه، مع انهم خاصين 5 اهداف او 6 اهداف بالظبط. اعتقد يعني 6-1. 6-1. النتيجه دي ما بحبش اقولها، ما بشحنش حاجه. انا من حقي كجمهور او كاعلامي اهلاوي، انا بتكلم ان انا دلوقتي اهلاوي، انا بتكلم في استاد النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي، اشحن فرقتي واشحن جماهيري، بس الشحن الايجابي وليس الشحن السلبي. طيب انا كجمهور استقبل الشحن ده ازاي؟ استقبله برضو بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه. طيب هل كله هيستقبل بصوره ايجابيه؟ لا اكيد لا. طبعا. يعني انا خلينا عشان نوضح للناس الفكره اللي حضرتك طرحتها، فكره جميله جدا. اكيد مش كله هيستقبل بشكل ايجابي. اكيد في كله هتستقبل الشحن ده بشكل سلبي. طب الكله اللي بتستقبل بشحن سلبي بشكل سلبي هيبقى ايه الامن او الامان اللي انا هاخده من الفئه دي؟ تمام. اللي هو الرادع اللي احنا بنحاول نعمله تمام عشان نامن
كل الفئات اللي بيستقبلوا الشحن الايجابي بشكل ايجابي. تمام. ده اللي بنحاول نوصله للناس. لكن انا من حقي ان انا اشحن لعيبتي، من حقي ان انا اشحن جماهيري شحن ايجابي. احنا بفكركم ان احنا بنكسب فريق كذا، وبفكركم ان احنا بنكسب بشكل كذا، وبفكركم النتائج بتاعتكم كذا، وبفكركم انتوا لعيبه بتكسبوا اي حد في اي وقت في اي، ده شحن ايجابي. تمام. فلاعبتي مستنيين ان اشحن، ومستنيين الجمهور يشحن، ومستنيين الجمهور في المدرجات يشحن، وكله بيشجع زعلي. يعني مثلا روسيا ومصر، المصري بيشجع، شفت المصري، احنا المصريين عمرنا ما نتغير، او بنشجع وبنروح وبالدم، وروسي بيشجع بالروح وبالدم، لكن هم عارفين اللي يخرج عن السياق يتحاسب. بس تمام. ما هي انا متفق طبعا معاك 100% باللي انت قلته، لكن عايز افرق ما بين حاجتين، الشحن والتاهيل. ماشي. انا بحاول افهم لعيبتي ان هم لازم يكسبوا، واما فاهم الجمهور ان المباراه مهمه ولازم تحضروا والكلام ده، انا باهلهم مش بشحنهم. اكيد. يعني انا ما اقصدش هنا الجانب، انا اقصد الجانب الايجابي زي كلمه استثمار واستغلال. لا انا بتفق معاك جدا. آه. طيب استاذن حضرتك اخد محمد سعيد مراسلنا الجميل وزميل العزيز محمد سعيد من ملعب التتش. محمد سعيد اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله عايز تمام. اطمنك على الفرقه. يلا طمن الجماهير كلها. الفرقه مخلصه اول تدريب ليها في التتش بعد العوده من معسكر كرواتيا. الجهاز الفني اكتملت الصوره بالنسبه له، خلاص كل اللاعبين متواجدين معاه في التدريبات، في ظل ان كان فيه ثلاثه لاعبين ما قدروش ان هم يتواجدوا في معسكر الفريق في اوروبا. النهارده تواجد مروان محسن في المران الجماعي ومع الجهاز الفني، يمكن ده اول تدريب لمروان محسن مع الجهاز الفني بعد العوده من كاس العالم. ايضا انضم النهارده سليماني كوليبالي احد الوجوه المنضمه للنادي الاهلي في خط الدفاع، كان متواجد النهارده في التدريبات الجماعيه وشارك مع الفريق. ايضا باصه اللاعب الجنوب افريقي كان متواجد، كل اللعيبه النهارده كانت موجوده، وليد ازارو النهارده كان موجود في التدريب. كل بلا استثناء شارك فيما عدا باسم علي اللي لسه بيواصل تدريباته التاهيليه في هذه اللحظات، والنهارده كان اول مره لعمرو بركات بعد ما بلاش سليماني كوليبالي دي يا سعيد. انت لسه فاكر سليماني كوليبالي؟ سليف كوليبالي، ما هو اسم كوليبالي يعني. سليف كوليبالي. ماشي يا معلم اتفضل. بس فبشكل عام يعني نقدر نقول لك الفريق الحمد لله يعني بيواصل التعديلات للفتره القادمه. بكره في مباراه وديه مهمه للجهاز الفني، هتكون الساعه 5 على ملعب التتش، وان شاء الله يوم الجمعه باذن الله في تدريب صباحي، ومن السبت بقى معسكر مغلق لفريق النادي الاهلي في برج العرب استعدادا لمواجهه تاون شيب. يعني محمد طبعا طرف في المباراه الوديه اعتقد نجوم المستقبل. فريق نجوم المستقبل احدث الفرق المنضمه والصاعده للدوري الممتاز خلال الفتره القادمه، هو اللي هيكون طرف المباراة الوديه مع فريق النادي الاهلي، واللي الجهاز الفني فكر في تدريب بكره ومباراه وديه بكره بشكل مختلف، ان هو هيبقى في تدريب صباحي لعدد من اللاعبين اللي مش هيكونوا موجودين في المباراه الوديه، والاستعداد من خلال اللاعبين المقيدين في افريقيا هيكونوا موجودين في المباراه الوديه في المساء. تمام. يعني اهم نقاط المباراه محمد كده بايجاز، نقاط التدريب اسف. نقاط التدريب بشكل عام، يعني عايز اطمنك ان كل اللعيبه شاركت في التدريبات، كانت في جلسه مهمه جدا من كارتيرون مع وليد ازارو قبل التدريب. كارتيرون متواجد مع اللعيبه بشكل جيد جدا، بيتكلم مع اللعيبه بلا استثناء. النهارده شفنا كل اللعيبه موجوده في التمرين في تركيز اكتر على المجموعه اللي مقيده في القائمه الافريقيه. النهارده بعد قدم مؤمن زكريا اصبحت القائمه الافريقيه 27 لاعب، فبالتالي هناك تركيز على المجموعه المقيده في القائمه الافريقيه، وان كان هناك في مؤشرات ان الراجل بشكل كبير استقر على التشكيله والمجموعه اللي هتكون معاه في المباراه، في ظل ان في نهايه التدريب كان في عرض اخر من اللاعبين رغم ان هم مقيدين في القائمه الافريقيه، لكن كان في يعني تدريب بدني لزياده معدل اللياقه البدنيه بالنسبه لهم، في ظل ان هم كانوا مثلا تعرضوا لاصابات او ابتعدوا عن التدريبات الجماعيه خلال الفتره الاخيره. تمام. لكن بشكل عام هي مباراه بكره، واللي هتكون مهمه للجهاز الفني هيضع فيها الشكل الخاص بفريق النادي الاهلي. في نقطه مهمه تفضل. وانا بتكلم عن استعداد الاهلي لمباراه تاون شيب، عايز اقول لك فريق تاون شيب عشان يصل لبرج العرب ويستعد لمواجهه الاهلي هيقطع مسافه 18 ساعه سفر. هنشوف بقى يوم المباراه هل رحله السفر بالنسبه لفريق تاون شيب هتاثر عليه بدنيا. هم المفروض ينزلوا امتى يا محمد؟ المفروض هم هيصلوا باذن الله على يوم الجمعه او السبت على اقصى تقدير. كنت بتكلم مع كابتن سمير عدل منذ يعني من لحظات بسيطه، قال لي انا هتواصل معاهم ومجرد ما يصلوا برج العرب هكون معاهم خلال ال 48 ساعه القادمه. لان فريق تاون شيب هيقطع مسافه كبيره، هيجي من جوهانسبرج الى دبي ومن دبي الى القاهره، فقطعوا مسافه كبيره، يعني اعتقد ممكن تؤثر عليهم بشكل كبير اذا كانت هم او اذا كان هيوصلوا قبل المباراه ب 48 ساعه او 72 ساعه. ده الافارقه ممكن يجوا جري يا محمد، خلي بالك. ما انا عايز اقول لك على نقطه مهمه. هو هناك
هم هناك كمان يعني عندهم مشكله في الفتره الحاليه عشان يقدروا ياخدوا طريق السفر الى القاهره. في مشكله في موضوع التنقلات من القاهره الى بتسوانا، لازم تسافر الى جوهانسبرج ومن جوهانسبرج الى جابروني عاصمه بتسوانا، لازم تاخد الخطوط الاسيوبيه او تتواجد في اديس ابابا كترانزيت. بالنسبه للسفر طريق تاون شيب لمصر مسافه الوقت كانت هتبقى بالنسبه لهم اكتر، وهم شافوا ان معدل ال 18 ساعه يعتبر اقل معدل سفر بالنسبه لهم، فيسافروا من جابروني الى جوهانسبرج ومن جوهانسبرج الى دبي، وبعد كده يطلعوا مسافه من دبي الى القاهره او الى برج العرب مباشره حسب مواعيد رحلات الطيران. لكن الفريق يعني الحمد لله بيستعد بشكل جيد، الجهاز الفني متفائل بالفتره القادمه، ولو كانه طبعا يعني قدر الامكان في جلسات كثيره وفي كلام كثير مع اللعيبه في المرحله الحاليه، والنهارده كان في محاضره كمان قبل التمرين بيشوفوا بعض الهايلايت لفريق تاون شيب البتسوانا. يعني محمد تعالى اسالك السؤال اللي الجماهير كلها بتساله دلوقتي، او السؤال اللي انا حاسس ان هم عايزين يسالوه محمد سعيد، هل تعتقد ان مستر باتريس كالتيرون ممكن يشارك وليد ازارو في المباراه القادمه من عدمه؟ ده هيتحدث في المعسكر المغلق، لان النهارده في المران هو كان متواجد في التقسيمه الجماعيه، يمكن خلال معسكر كرواتيا يعني ما كانش في تمام حلو، ما كانش في اللعيبه اللي بتزود بدنيا. لا لا ما كانش اللعيبه بتزود بدنيا تمام. وده اللي واضح بشكل كبير هيبان اكتر في معسكر برج العرب قبل الماتش بثلاث ايام، لان بس هي في نقطه ايجابيه، لما كان في كرواتيا في وقت يعني انتقاله للدور الصيني او احتماليه انتقاله للدور الصيني كان بيؤدي تدريبات فرديه، وجوده النهارده في التدريبات الجماعيه وفي التقسيمه الجماعيه اللي اتعملت للاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه ادى مؤشر ان وليد هيكون في الحسابات، لكن معسكر برج العرب هو اللي هيحدد، لما خلاص معدل الوقت او الايام بتمضي وبيتقرب من ميعاد المباراه بتبان لك الصوره اكثر واكثر، وبتشوف من خلال التدريبات والتقسيمه مين اللاعب اللي هيكون في التشكيله او اللاعب اللي خارج الحسابات. فمعسكر برج العرب رغم انه معسكر مغلق، الجهاز الفني على فكره هيقفل المعسكر بشكل كبير، لانه عايز يركز قوي في الثلاث ايام على اللعيبه وعايز مهتم جدا بالمباراه، لان شايف المباراتين دول مش البطوله الافريقيه بس، لا ده بدايه الثقه بالنسبه للموسم بشكل عام. لا ده مباراتين ليهم تاثير كبير جدا من كل النواحي، تاثير على مشوارك بشكل عام سواء بطوله افريقيا او حتى في انطلاقتك في بطوله الدوري العام. كوليبالي كان في اي الفريقين، اللي بيزودوا بدنيا ولا اللي في التقسيمه؟ لا سليف كوليبالي كان في التقسيمه. في التقسيمه شكله ايه يا سعيد؟ بيفكرني بايفيلينو، فاكر طول ايفيلينو لما كان متواجد في صفوف الاهلي، لما كان هو احد اللاعبين القادمين من بيترو اتليتيكو الانجولي، كان لاعب طويل بيصل طوله حوالي متر و92 او 93 سم. لاعب طويل بدنيا ممتاز جدا، وحتى الاسترتشات اللي بتتعمل فك العضلات اللي بعد التمرين، يعني كارتيرون بشكل شخصي كان بيعمل استرتشات لسليف كوليبالي، هو عارفه اتعامل معاه قبل كده كمدرب، اتعامل معاه طبعا وكان متواجد معاه في الدوري الامريكي. لكن وجوده في المران بحاله بدنيه مرتفعه ودخوله في التقسيمه الجماعيه مباشره، واصلا كمان خلال الاربع ايام اللي فاتوا لما تم التعاقد معاه بشكل رسمي كان يؤدي تدريبات مع حسين عبد الدائم اللي كان متواجد مع الفريق هنا في القاهره ما سافرش، تمام. فبالتالي لا كان في جاهزيه ليه، وهيبان اكثر القصه بالنسبه للتشكيله والقائمه، لان برضه انت موضوع قيد كوليبالي متوقف على موضوع انتقال اي من اللاعبين الاجانب خلال الفتره القادمه. اكيد اكيد. الان اصبح عندك خمس لاعبين اجانب، فهنشوف خلال الساعات القادمه الموقف، لان في ظل لسه باقي ثلاث لعيبه، انت القيد الافريقي مستمر لخمسه ثمانيه، فهيبقى لسه العنصر الوقت مهم بالنسبه لك، هتقدر تتعامل مع الايام القادمه بشكل جيد. وجبنا كمان لعيب اطول من شريف اكرامي كمان يا سعيد، عشان شريف بقى مش كل شويه انا الاطول في الفرقه، انا الاطول في الفرقه. لا واطول لاعب في التتش صراحه سليف كوليبالي، يعني لا يمكن، وعايز اقول لك في لقطه يمكن هتعجبك في التمرين لما تشوفها، سعد سمير في بدايه التمرين حب ياخد صوره تذكاريه مع باقا ومع جونيور اجاييه ومع سليف كوليبالي. يعني محمد اتفضل. يعني عايز اقول لك لا يعني اللاعب سليف كوليبالي دخل في الاجواء بسرعه، في نقطه مميزه داخل صفوف الفريق ان بعض اللاعبين بيحاولوا يعني يساعدوا اي لاعب جاي جديد. اكيد يا محمد يعني، وان شاء الله ان شاء الله يكون اضافه قويه جدا للفريق زي ما هم معودين. محمد سعيد زميل عزيز شكرا جدا على هذه التغطيه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع ضيفنا الكريم الاستاذ علي المسعود.
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم، معايا الناقد الرياضي الاستاذ علي مسعود، اللي كنا بنتكلم عن الشحن الجماهيري الايجابي والسلبي. لكن قبل ما ارجع للاستاذ علي، اقول لكم بسرعه خبر ان الاهلي يكرم علي خلف الله في ختام منافسات بطوله القاهره للسباحه. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب قرر تكريم اللاعب علي خلف الله سباح النادي الاهلي على هامش حضور مجلس الاداره لفعاليات اليوم الختامي من بطوله القاهره للسباحه، واللي استضافها فرع النادي بمدينه نصر على مدار الايام الماضيه. مجلس الاداره قام باهداء علي خلف الله درع النادي ووسام تذكاري لتحفيز سباح الاهلي بعد الانجاز الذي حققه في بطوله البحر المتوسط والتي اقيمت مؤخرا في اسبانيا. علي خلف الله حقق الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب البحر المتوسط مع تحطيمه رقم قياسي في منافسات الخمسين متر. ألف مبروك لهذا السباح، إن شاء الله يكون سباح عالمي. أيضا الأهلي يهدي مروة عيد درع النادي. مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب حرص على تكريم مروة عيد لاعبة كرة اليد بالأهلي سابقا ونيس الفرنسي حاليا. وقام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب بتكريم مروة عيد وإهدائها درع النادي تقديرا لمسيرتها الأوروبية الحافلة التي لم تنسى فيها النادي الأهلي وانتمائها الكبير لهذا الكيان العظيم. وكانت مروة عيد قد حرصت على زيارة تدريبات فرق الناشئين بالنادي والمشاركة في جزء من التدريبات لتحفيز اللاعبين الناشئين من أبناء النادي. تمتلك أيضا ابنة النادي مسيرة ناجحة في كرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر ومشوارها احترافيا وأوروبيا مميزا في الدوري الفرنسي. كل التوفيق لنجومنا في أي مكان، خير تمثيل. وأكيد طبعا النادي الأهلي بيكون عند حسن الظن وبيكرم الأبطال الزعلي برضو. طبعا طبعا يعني عادة النادي الأهلي وشيء مش غريب عليه. الأهلي وفي دايما لنجومه ولأبنائه سواء في كل الألعاب مش في كرة القدم فقط. أكيد أكيد شيء طبيعي يعني. لو عايز نرجع نتكلم عن الشحن اللي كنا بنتكلم فيه حضرتك، لو أنا عايز هدخل بس من التقرير التدريب لموضوع الشحن. اتفضل. الأهلي عنده مباراة مصيرية الثلاث الجاي مع تاون شيب باتسوان. تمام. أتصور هنا إحنا على المحك في الموضوع نفس اللي بنتكلم فيه، أسئلة التأهيل والشحن. إحنا المباراتين سواء مباراة برج العرب أو المباراة اللي في باتسوانا، مباراتين هيبقى ورا بعض، هما مباراتين تحويل مسار أو تصحيح مسار بالنسبة للأهلي. تمام. الأهلي لسه في البطولة الأفريقية الأمور ما تعدلتش بالشكل اللي هو عايزه. مسار اللي هو أفريقيا اللي هو المباراة. أفريقيا، بتكلم في أفريقيا طبعا، بتكلم في المحور أو الملف الأفريقي. أصل أنت عارف في ناس بتستنى لنا الكلام ده. لا بنتكلم، إحنا بنتكلم على مباراة التلاتة. ما شاء الله مساره. إن شاء الله، بتكلم على مباراة التلاتة. منور، اتفضل. فالمباراة بالنسبة لينا الأهلي تصحيح مسار. هنا بقى احنا يعني طبعا الاهلي ان شاء الله عدد الجمهور يعني اتصور هيبقى 25000 زي ما الاهلي بيطالب يعني الكلام دلوقتي على انه 15000 هيحضروا 20. اتصور ان شاء الله ان مطلب الاهلي مش كبير، انه 25000 يعني فارق جدا، بتتكلم على نص المدرجات او اقل من النص. اقل من النص. فهنا ده الدور الحضاري اللي بيلعب، اللي بتلعبه القناه او بيلعبه الاعلام، في ان انت ان دي مباراه مصريه لكنها مش نهايه العالم. بالظبط. الاهلي واخد بطوله دوري الابطال 8 مرات. بالظبط. ماشي. بالظبط. يعني في فرق، يعني الاهلي هيكسب ان شاء الله. فانا ممكن مساله الشحن والتاهيل، التاهيل هو شكل ايجابي حضاري بجهز الشخص او الفرقه او المجموع لمستوى معين من النجاح. بالزبط. مستوى معين يؤهله للنجاح. بالظبط. الشحن هنا معين. الشحن يمكن ممكن امر يؤدي لانفجار في بعض الاحيان. اكيد الشحن يعني الشحن أكيد. الشحن الزائد. فاتصور ان شاء الله ان مباراه الاهلي الجايه دي نموذج احنا بالنسبه للاهلي يتطبق في بقيه الدوري. احنا عايزين الفريق يصحح مساره افريقيا ويرجع من خلال المباراتين دول علشان يبقى عنده 7 نقط، تبقى الامور بالنسبه لي اوضح. عندنا مباراتين مهمين فمع كامبالا ومع الترجي، فالوضع هنا لازم. وتصور احنا رجاله الاهلي مروا بالظروف دي كتير قوي، ان تبقى البدايه متعسره شويه. بالظبط. ويتم تعديل الامور، واعتقد المعسكر اللي اتعمل واللي احنا شايفينه في المعسكر سواء في التدريبات او في المباريات التجريبيه اللي حصلت يدينا امل كبير قوي ان المساله مش صعبه. يعني أكيد. مساله الفوز في مباراتين ورا بعض مش موضوع مش مستحيل. اكيد هاخد راي حضرتك في نقاط معينه. تجربه المدير الفني الجديد باتريس كالترون شايفها تمام هتكون ازاي؟
طبعا يعني من 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 الصدف الجميله ان كالترون بيتولى مسؤوليه الاهلي في نفس وقت صعود الكره الفرنسيه، يعني مدرب اول مدرب فرنسي يجي الاهلي مع صعود نجم الكره الفرنسيه وصولها لنهائي كاس العالم. باتريس كالترون ليس غريبا على الكره المصريه، ودي نقطه مهمه. انا مش عايز اجيب مدرب لسه ما عندوش معلومات عن التوليفه، احنا لينا توليفه لوحدنا طبعا. بتفرق ازهري كتير بجد كتير. انا لما ادخل مع حضرتك البرنامج وانا فاهم بيتكلم عن ايه غير ما ادخل يعني مش فاهم الدنيا فيها ايه. بتفرق في احترافيه، هتفرق من حضرتك راجل احترافي راجل ناقد، غير ان انا بجيب ناقد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتفرق ان حضرتك هتلم الاجواء بسرعه مني، ما هي غير ان انا اجيب حد لسه هيبقى احتراف إيه بدون معلومه في نقص. لا مش بدون معلومه، ما هو هنا كره القدم. انا اصل حضرتك بتكلمني بصراحه في نقاط جميله جدا انا بحب اتناقش فيها. يعني فكره ناس قالوا ده جميل وان هو كان في دجله قبل كده وعارف يعني ايه اجواء كره مصريه، لكن تفرق ان انا اجيب مدرب محترف ده هو يعني الجميل اللي عارف اجواء الكره الافريقيه والكره المصريه. اكلمك في نموذج مدرب عالمي، فضل جوارديولا لما راح مثلا الكره الالمانيه اول مره يروح شكرا خد الدوري ومشي، راح الكره الانجليزيه اول مره يروح شكرا خد الدوري. فاهمني قصدي ايه؟ فقصدي الاحترافيه العاليه جدا بتوفر عليك حاجات كبيره جدا. صحيح. يعني انا حضرتك هتدخل اي برنامج هتلمه، انا متاكد. غير لما اجيب حد كده، غير بقى لما اجيب حد يمتلك النقطتين اللي هي الخبره والاحترافيه. هي دي يعني هي زي كلام حضرتك، ان انا هنا جبت واحد عنده خبره بالكره المصريه، عنده فكره عن التوليفه اللي موجوده فيها، عنده فكره بيضربها سواء الانديه اللي موجوده فيها، وعنده فكره بالكره الافريقيه، راجل درب في مالي، راجل درب خد بطوله افريقيا قبل كده. فانا بجرب جايب مدرب مش جديد عليا يعني. تمام. دي حاجه. تمام. احترافيته برضو مهمه. أكيد. يعني كونه يبقى مدرب منتخب، مدرب فريق، يمكن قبل ما يجي كان مدرب النصر السعودي، كان مدرب فريق امريكي. كل القصه دي تضع كتير من الاطمئنان لدى الجمهور الاهلاوي ولدى المشجع بانه يعني الفريق وضع في الجهاز الفني يثق فيه، يثق في قدرات الجهاز الفني. الموضوع هيبقى على المحك طبعا خلال فتره الدوري والكلام ده، لان الاهلي وضعه مختلف عن كل الانديه. الاهلي انت مش مطلوب منك 9 من 10، انت دايما مطلوب منك بالزبط. تجيب 10 من 10. فهنا هو بتبقى احيانا ضغوط، لكن احيانا تولد النجاح بيولد النجاح. اكيد. فاتصور انه هو كمدرب بخبرته باحترافيته بالاثنين مع بعض، الاحترافيه والخبره، عنده عوامل كثيره هتساعده على النجاح ان شاء الله. استقرار الفريق، احنا بنتكلم على ان لاعب اجنبي واحد فقط الكوليبالي اللي دخل ماشي. فاذا في استقرار في الـ في الـ في العناصر اللي موجوده، في بعض اللعيبه مهمه رجعت للفريق، احمد الشيخ وغيره، في قماشه الاهلي معروفه، يعني اللي شاف الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت يقدر ياخد فكره على انك بتتعامل مع فريق بطل ينتمي لنفس الفصيلة الفريق اللي حقق البطولات اللي قبل كده، اللي طول عمره فريق عظيم يمثل نادي عظيم. فأتصور إن شاء الله إن وجود المدرب باتريس كالترون هيبقى بداية جميلة في مرحلة مهمة. تمام. يعني برضو إجابات مختصرة عشان عندي أسئلة كتير لحضرتك. الأهلي قوامه الأساسي مطمن ولا كنت نفسك في عناصر تانية تدخل في هذا القوام؟ ما احنا بنتكلم في نقطتين. الاهلي اي واحد شاف الاهلي في الفتره اللي فاتت وحضرتك التنقلات والتغييرات قال ان احنا محتاجين تدعيم للدفاع والمركز صناعه اللعب. ماشي. يمكن بقيه المراكز مطمئنه بشكل كبير. اتصور ان الخطوه اللي هي بتاع كولوبالي دي تدعيم بشكل ايجابي للدفاع. مساله صناعه اللعب احنا عندنا اعتقد لاعب ناصر ماهر لاعب مهم جدا. اتصور هيبقى له مهمه كبيره في المرحله، هيبقى هيعول عليه كتير جدا خلال السنه دي. وعندنا بدايل برضه، والمدرب اكيد له رؤيته المختلفه. ماشي. يعني على فكره كولوبالي بالاضافه لانه بيلعب دفاع هو لاعب ارتكاز، في كتير جدا بيسموا اللاعب الارتكاز اللي هو بيعمل قوس امام الدفاع، بيبقى الحمايه الدفاع المتقدم، هو بيلعب قدام الاثنين المساكين وتحت الديفنس اللي هو الدفاع المتقدم. تمام. فمن هنا الاهلي بدا يفطن بشكل مبكر من خلال لجنه الكوره لنقط ضعفها. الاهلي دايما بيتحرك بناء على استراتيجيه، ما بيتحركش كده بشكل فردي. استراتيجيه انه جاب لاعب المدرب يعرفه بشكل كويس،
جايب واكيد هو ما عايز ينجح وعارف يعني ايه اسم النادي الاهلي وجماهيره ومفيش اليوم حاجه زي ما حضرتك قلت غير 10 من 10 فاكيد هيجيب لاعب هيساعده في نجاحه مؤكد ده اللي عايز اطمن حضراتكم بيه ان باتريس كالتيرون عارف اللاعب كل بالي فاكيد هو مش هيجيبه يهزر او مش هيجيبه غير ما بالتأكيد على مسؤوليته يعني انت بتتحمل مسؤوليه كبيره تمام. يعني مسؤوليه مش قليله تمام تمام طيب هبعد شويه عن الاهلي اشرف صبحي وزير شباب الرياضة دكتور أشرف صبحي قال إن أنا بطمع في تنظيم مونديال كأس العالم 2030 وبطمع كمان في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2032 وده طموح مشروع حتى وما كانش ليه أسس دلوقتي تمام في الواقع لكن أنا مش عايز أكسر شايف بيقول كده بوادر الأمل عنده إيه؟ والله زي ما حضرتك قلت طموح يعني إحنا كلنا بنطمع لكن أتصور إن من التهور ان احنا نقدم على خطوه زي دي في الوقت الحالي يعني احنا عندنا تجربه المغرب يعني 18 سنه 18 سنه 12 12 12 سنه 12 سنه مش كفايه لا اقول لك ليه قول اول حاجه انا لو جهزت واحد بشكل سيء او لو ما جهزتش لاعب ودخلته ايه النتيجه اللي هتحصل لو في لاعب دخلته الملعب بدون ما يبقى فيه تاهيل وتجهيز كويس سهل يصاب سهل رباط صليبي سهل يحصل حاجات كتير اللي انا اقصده طب ما انا اقول لك على حاجه ثانيه دبي بنوقف قد ايه لا دبي في 50 سنه 30 سنه دبي بس برضو يعني دبي اللي هي دلوقتي بالنسبه مزار سياحي العالم كله فاحنا 12 سنه مش كفايه بس هم علشان يبنوا دبي برضو استعانوا بكل الخبرات العالميه تمام ده جابوا ناس من انجلترا وجابوا ناس من فرنسا وجابوا طب احنا ايه المعوقات بتاعتنا ان احنا نعمل كده المعطيات داخليه المعوقات المعوقات داخليه قبل ما تكون خارجيه انا اللي لغايه دلوقتي بتكلم في الجمهور يحضر وما يحضرش يعني دي الكلمه اي واحد طبيعي بيقولها بحاول اطلع منك حاجه مباشره اي واحد بيقولها دلوقتي احنا الجمهور يحضر ولا ما يحضرش بترجعني لواقع المريء ما هو احنا لازم نمشي على الارض يعني احنا في فرق بين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون يعني ما ينفعش امشي على الارض بطموحات لا حدود لها المغرب ينفع المغرب خمس مرات ورا بعض تشارك تترشح لكاس العالم وتصل لمراحل متقدمه جدا وفي النهايه تفقد الفرصه بشكل هي تحزن ترجع لنقطه الصفر تمام المغرب اشتغلت انا اتذكر من 20 سنه كانت المنافسه شرسه على انها اتصعدت دولتين كانت منهم المغرب المغرب والولايات المتحده على ما اذكر سنه 94 كانت مرشح قوي ووصلت للتصفيه النهائيه في مساله الانتخاب الدوله المرشحه مع الولايات المتحده وخسرت فانا اتصور ان انا ليا تجربه مريره انا جبت انه صفر انا بتكلم على دوله زي المغرب جايبه 78 جايبه 78 68 او 78 صوت ومع ذلك القصه مختلفه عايز اول حاجه بنيه اساسيه من الداخل تنظيم اداري وهيكلي عايز استئصال حاجات كتير قوي جدا استئصال في للاسف الأول. لازم استئصل للاسف لازم اصل لمرحله احنا كنا بنتكلم في الاحتراف لازم اصل لمرحله من الاحترافيه في الفكر وفي الثقافه وفي كل حاجه مش لاعب محترف بياخد فلوس فقط لا محترف منظومه محترفه فالقصه احنا بدري بموضوع تنظيم كاس العالم يعني مش وقته خالص يعني خلينا ننظم كاس مصر وكاس ودوري الدوري المصري المقدم ده وزعلي بيبقى نفسه في حاجات كتيره ويقولها بس كلنا نفسنا ماشي انا يعني انا والله بحاول يعني الاقي انا عجبني جدا بصراحه عجبني حماس الدكتور اشرف صبحي عجبني انا عجبني بجد وعجبني تفاؤله وعجبني ان هو طموح لكن لازم يبقى عارف قلبه حديد طبعا او يفوت في الحديد عشان يوصل حتى 70% من طموحاته هو عارف كلامي لو سمعنا او هيسمعنا وهو في ملفات عارف. اعتقد الدكتور اشرف صبحي عنده ملفات داخليه مهمه ينبغي تعديلها واخذ قرارات مهمه فيها قبل ما نصل للملف اللي فيها يعني انا دايما اصلح بيتي من جوه الاول اكيد قبل ما اطلع بره اكيد فده أكيد. الهدف اللي هي البنيه التحتيه بالظبط البنيه التحتيه اللي هي منهاره في الرياضه يعني في الرياضه بنتكلم في الرياضه بنتكلم في الرياضه وربنا يا رب يا رب انا فعلا والله ببقى ورا اي ضوء او اي بادره امل علشان ممكن نوصل ليه لا يعني محمد صلاح دايما نموذج طبعا مثال للشباب الايام دي ياما في نماذج كتيره جدا نجوم ما كانش حد يعرفهم وبقوا حاجه كبيره جدا مدرب المنتخب الوطني اجيبه بخطه طويله المدى ولا خطه قصيره المدى
يعني اجيبه لسنه 2030 ولا اجيبه لسنه 24 22؟ والله شوف، طالما احنا كنا بنتكلم دلوقتي على ما هو كان وما ينبغي ان يكون على الواقع، انا في تصوري الخطط طويل المدى مش هتنفع معانا. ليه؟ هو طبعا الافضل، الافضل عالميا في كل مكان ان انا اجيب واحد عنده خطه بيشتغل عليها. خلينا نتكلم في ما انا عارف انت بتتكلم في ايه. ما تخلينا في نتكلم في ما يجب ان يكون. ده اللي ما يجب ان يكون، المفروض خطه طويله. تمام. المدى. لكن وضعنا احنا لا، انا ممكن يخسر ماتش او اثنين او ثلاثه امشيه، هيبقى عندي شرط جزائي كبير واضطر ادفعه له. ماشي. فاذا بناء على كده انا بجيب اهداف قصيره المدى. يعني انا عندي بطوله افريقيا الجايه، انا بجيب المدرب السنتين دول لغايه بطوله افريقيا. ينتهي بطوله افريقيا انا اقرر اذا كنت هجدد ولا لا. كتير بقى بيعملوا كده. يعني يبقى اللي هي الاهداف اللي هي لمده سنه سنتين ثلاثه. طب افرض هو رفضك؟ يعني اعتقد الدنيا مش هتقف عليه يعني. حتى ليه؟ لو رفضني ايه؟ احنا ما خليني ماشي معاك. احنا جبنا مدرب سنتين وودانا افريقيا واقنعنا كلنا واحنا مبسوطين جدا وغير الشكل اللي نفسنا نشوفه في منتخب مصر. رجعنا بقى يا ريتو كان رفضنا. لا كبر يا ريت يا ريتو كان رفضنا. لا انت ما تعرفش. مش عايز اتكلم على تمام ده كفايه يعني، مش عايز اتكلم عليه. انا بتكلم في مدرب جه بقى ورجعنا فعلا لشكلنا اللي احنا نتمناه كمصريين او مشاهدين كوره او معاشقين للكوره. وخلاص خدنا افريقيا وعقده انتهى. اكيد هيجي له 50,000 عرض وهيجي فلوس كتير جدا. انت حضرتك عارف الفلوس دلوقتي عامله ازاي. ليه ما اعملش مثلا شقه بالظبط اللي انت قلته ده مهم. وصل. ان دلوقتي كله بيعمل، كله بيهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا في العقد نفسه بنت بتبقى انت لك اولويه عن غيرك. يعني انا جبته من حقي كاتحاد متعاقد معاه، يبقى عندي اولويه عن الاخرين في ان انا اجدد العقد. تمام. بتتعالج في القصه دي. لكن انا ما اقدرش مثلا اديله عقد 6 سنين أو 5 سنين على كاس العالم اللي جاي مثلا. وانا يحصل، ما هو اللي انت حضرتك ده قلته اقتراح، احتمال. مش كل الحاجه يعني، احتمال ينجح بس احتمال يفشل. طب العامل الاساسي في اختياره ايه يا زعل؟ العامل الاساسي في اختياره الكفاءه في تصوري. الكفاءه. طب انا لو اقتنعت بالتجارب والخبرات، يعني لو قلت مثلا عايز الاستاذ علي مثلا يبقى معانا على طول في الاهلي، راجل ناقد وليه راي وكده، يبقى انا اكيد كمسؤول انا اخترتك. فاكيد كما ما اختارش لوحدي، اكيد احنا نقعد ونشوف الاستاذ علي. اتفقنا يبقى احنا اخترت كمجموعه مؤهله للاختيار. تمام. مجموعه ايه؟ مؤهله للاختيار. وانا وثقت فيها كراي عام، يبقى انا اجيب مدرب اديله صلاحيات كبيره وسنين كبيره. ما انا ممكن اجي الظروف المحيطه ما تساعدنيش على النجاح. ممكن انت، انا ما بختلفش على ان المجموعه اللي اختارت ما لا اثق فيهم تماما، ولا اشكك في قدراتهم، ولا اشكك في وطنيتهم. لا احنا بنتكلم انا عارف، لكن انا جيت كمدرب قد اجد ظروف مختلفه عن اللي انا كنت نجحت فيها. يعني ممكن الاقي بيئه عمل غير بيئه العمل اللي انا اتعودت ان انا انجح فيها. فما انجحش. يعني في مدربين جدا كتير جدا حققوا نجاح في مكان، راحوا مكان تاني فشلوا فيه او ما حققوش بنفس القدر. فلذلك انا في تصوري على ارض الواقع العقود قصيره المدى افضل، بتديني فرصه ان انا في حال اي حاجه اقدر اصحح مسار، بتديني فرصه ان انا كبلد تعاني اقتصاديا ما 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 زودش المعاناه بشرط جزائي كبير. طب انت مع مدير فني اجنبي ولا مصري؟ انا شخصيا مع المصري. انا شخصيا. طب مين يعني؟ مين انا شايف كل الاتجاه دلوقتي مع الاجنبي. مين مصري؟ لكن مين انا مصري لم نحقق نجاح الا يمكن بشكل كبير غير المدربين المصريين، سواء الكابتن الجوهري او الكابتن حسن. نجاح ايه؟ نجاح على الصعيد السمعه اللي كان عملها منتخب في افريقيا. كاس العالم برضو كان مع الجوهر المره الاولانيه. للاسف احنا بنروح كاس العالم ونرجع. انا ما بعتبرش ان ده نجاح مثلا. انا عن نفسي مثلا، انا رايي الشخصي، انا ما بعتبرش ان انا اقعد يطلع ايماني واقعد اعاني بالسنين عشان اروح العب ماتش وارجع. احنا هو مش ده النجاح. وان انا افرح وممكن ناس يجي لها القلب من الفرحه ان احنا صعدنا كاس عالم عشان اروح واخسر. بقول لك يا كابتن، انا عشت فتره بره. ماشي. السمعة اللي حققتها مصر على صعيد الكرة كبيرة، أو الـ 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 الصورة الذهنية اللي اتشكلت عند الشخص الغير مصري عن الكرة من بطولات أفريقيا. الفترة التصاعد الكبيرة اللي حصلت إن إحنا ناخد بطولة أفريقيا 3 مرات هي اللي رسخت في أذهان الناس المنتخب العملاق اللي بيرعب القارة ده. بالظبط. اترسخت في الأذهان، لأن أنا مش عارف الجمهور، لان انا كبلد، لان انا مش عارف اجيب بطوله. بالظبط. ما انا بكلمك ايه، ما هي نسبه وتناسب. ما انت تعالى عشان تقصني عالميا، تعالى اسال عليا بره فرق عالميه، لكن لو سالت عليا فرق افريقيه انا بعبع بالنسبه لها. بالظبط. لكن انا مش بعبع بالنسبه للفرق العالميه.
ولا ايه؟ تمام اكيد. فده المقياس، المقياس بتاعي هل هو محلي ولا قاري ولا عالمي؟ انا قياسي ده لا تقرر الاساسي يعني خلينا أنا خلينا صراحه مع نفسنا. طب ما احنا عالميا، احنا عنا ايه؟ انا ما انا بتكلم في كده، انا عايز بقى ابقى عالميا، انا عايز لا افرح بقى الدنيا كلها، المصريين كلهم، ان انا اطلع امثل مصر، ان انا ابقى فعلا ند قوي. تمام. ان انا ابقى فعلا اروح كاس العالم عشان انا عايز حاجه، مش عشان اروح وارجع. ما هو احنا بنطلع احيانا وبننسى ده اللي نفسنا، ده اللي احنا ده الطموح بتاعنا، احنا بننسى يعني. انا اشعر بغصه كبيره على المباراه الاخيره في المنتخب السعودي، اشعر بقهر ماشي. يعني انا تفرجتها مع زملاء غير مصريين، كنت حاسس بحاله من الحرج كبير. أكيد. احنا بنلعب قدام منتخب السعوديه بندافع. اكيد ماشي. لا ما مش عايز افتكر، مش عايزين نفتكر، مش عايز افتكر. لكن اللي انا اقصده مع اننا اتكلمنا خلي بالك كتير جدا جدا، ان خلي بالك هي مش مفاجاه. انا قلت اول ما خرجنا من كاس العالم، انتوا احنا هنعمل نفسنا متفاجئين، مش هنعمل نفسنا متفاجئين. صحيح. لا ده احنا كل حاجه كانت واضحه وضوح الشمس، ما فيش ولا مباراه اساسا لعبناها غير لما كنا بندافع، ولا مباراه كنا بندافع وطلعت كاس العالم لما ناس كتير ماتت من القلب. انت كم مباراه انت كنت يا رب نكسب يا رب. وبناء عليه، وبناء على كلامك ده، يبقى هدفنا قاري وخلينا نلعب في على قدنا. انا اتشرفت بيك يا صاحبي بجد والله، ان شاء الله يبقى لينا لقاء يعني يكون وقته اطول من كده، ونتكلم كمان في المصلحه العامه دايما ان شاء الله. الله يسلمك ربنا يخليك. شرفتني استاذ علي مسعود الناقد الرياضي الكبير، شكرا جدا لحضرتك. الله يسلمك. اتكلمنا معاكم كالعاده كل يوم في كل ما يخص الاهلي وكل ما يدور حول فريق الكره، اتكلمنا كمان في الاخبار المحيطه ايضا بنجوم الاهلي المحترفين، اتكلمنا معاكم على تريزيجيه، واتكلمنا معاكم عن رجوع الجماهير اللي كلنا بنأمل ونطمح ان هم يرجعوا يملوا وينوروا استادات الكوره بشكل عام، واستاد الاهلي او ورا فريق النادي الاهلي بشكل خاص. ان شاء الله تكون تغطيه نالت اعجابكم ورضاكم، واشوفكم قريب جدا، ونورتوني وشرفتوني، ومع الف سلامه. مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحه بكل في لحظه انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه.